السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم لا سهل لنا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما تعلمنا، وارزقنا العمل به، آمين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا أينما كنتم في لقاء جديد متجدد بفضل الله عز وجل من لقاءات مادة الدنتشن. بفضل الله عز وجل في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ conditions of teeth at different ages، واتكلمنا على فكرة تتابع يعني الربشن بتاع الأسنان والفورميشن بتاعها في كل مرحلة عمرية، وحددنا نقاط زمنية محددة عندها بيحصل أحداث معينة. وقلت لكم فهم هذا التشابتر مبني على فهم طبيعة الأحداث دي بشكل مخصص، يعني أبقى عارف كل فترة زمنية عند السن الفلاني المفروض يكون حصل إيه، عند السل العلاني ايه الحدث المعين اللي بيحصل، وبناء عليه حضرتك لما ترتب الاحداث بهذه الطريقه هيبقى عندك صوره يعني نمطيه او تتابعيه او تسلسل من الاحداث. هتبقى عارف هنا بيحصل كذا، وبعده فتره بيحصل كذا وكذا، فالاحداث اللي بينهم هتقدر تستوعبها وتقدر تستنتجها بشكل ايه استنباطي. يعني انا لما انا عارف ان الحدث المعين بيحصل في السن الفلاني، فتلقائيا مع هذا الحدث حاجات كتير تانيه لازم تكون متلازمه معاه. زي ما كنا بنتكلم في السنين المختلفه كنت اقول لك ايه، تعال نشوف البيرمننتيس ونشوف تاثيراتها على الديسيدوس. ما هو البيرمننت اللي بتنمو دي اكيد عملت حاجه في الديسيدوس اللي فوقها وهكذا. فالموضوع مش محتاج حفظ قد ما هو محتاج تخيل وفهم. النهارده نفس الكلام، احنا بنتكلم عن شيء برضو ليه علاقه بنفس المضمون او نفس الموضوع، اللي هو يعني المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الكونديشن اوف تيس ات ديفرنت ايجز. هي نفس الكلام، حاجه اسمها ديفلوبمنت اوف بيرمان تيس انتو دنتال ارشز. يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهمين. الاسنان اللي بيحصل لها ايربشن سنه بعد سنه سنه بعد سنه دي ما بتطلعش كده وخلاص، لا ده بتترص برصه معينه. الرصه دي بتديني في الاخر حاجه اسمها دنتال ارش. عظيم عظيم. وبما ان الاسنان ما بتطلعش كلها مره واحده على بعضها كده، يعني الاسنان مش بتطلع كلها في يوم وليله، لا ده بتطلع على مراحل زمنيه مختلفه في اعمار مختلفه. فبناء عليه تكوين الدنتال ارش ده ما بيتمش بين يوم وليله، برضه هو كمان بياخد برضه مراحل زمنيه مختلفه. فعند كل سن معين جزء من الدنتال ارش ده بيتكون لغايه عند اكتمال نمو الاسنان، اكتمال الربشن بتاع الاسنان بالكامل والبيرمننتيشن بالنسبه لي كلها طلعت، هيكون عند اكتمال تشكيل الدنتال ارش. فهو نوع من انواع ايه التزامن يا دكاتره. يعني ايه التزامن؟ يعني انا بكرر تاني نفس المعلومه هو هقولها مره تانية وتحاولوا تستوعبها. بما ان الاسنان ما بتطلعش كلها مره واحده في الاورال كافيتي، وبتطلع في فترات زمنيه متلاحقه متتابعه، كل فتره وكل عمر يبقى كل كام سنه كل كام شهر يطلع حاجه، فالدنتال ارش اللي المفروض اكتمال نمو الاسنان يكونه، الدنتال ارش ده مش هيكون الا ما كل الاسنان تطلع. طب الاسنان بتطلع حته بحته، يبقى الدنتال ارش ده هيكون حته بحته. يبقى اذا انا عندي حاجه اسمها فيزز اوف ديفلوبمنت. يعني ايه فيزز اوف ديفلوبمنت؟ يعني مراحل تطور البيرمننت تيس اللي بتطلع سنه بسنه لغايه لما كلها تطلع مره واحده، ويبقى عندي حاجه اسمها الدنتال ارش. لغايه لما كلها تطلع بالكامل، مش مره واحده، لغايه لما كلها تطلع بالكامل يبقى عندي حاجه اسمها الدنتال ارش. وجديرا بالذكر احنا هنا بنتكلم على مين يا دكتور؟ بنتكلم على البيرمننت تيس، مش بتكلم على اي حاجه تانية، البيرمننت تيس بس. عظيم يا دكتور، عظيم جدا جدا جدا. الصوره دي طبعا انتوا يا ما خدتوا بالكم منها، صوره الاوكلوجن في حد ذاته، انه الاسنان في حاله بيرمنت اوكلوجن. وطبعا احنا فسرناها قبل كده كتير جدا. لو انا بتكلم على الابر تيس، فاخونا اللي بره ده اسمه البكل، واخونا اللي جوه ده اسمه البلاتل، واللي تحت ده اسمه البكل. هنا ده اسمه البكل، واللي تحت ده اسمه البلاتل. فده اسمه البلاتل اللي فوق ده هو الفانكشنال بالنسبه لي، والبكل اللي تحت ده هو الفانكشنال بالنسبه لي. يعني ان القصب ده هيعض هنا في الفصه دي، والقصب ده هيعض هنا في الفصه دي. اما الاثنين التانيين اللي هو البكل بتاع الابر واللينجوال بتاع اللور، دول بنسميهم نون فانكشنال قصب. نون فانكشنال قصب يعني دول بيعضوا في الهواء. فانا عندي تو فانكشنال قصب وتو نون فانكشنال قصب. اللي انا بعمل عليهم علامه النجمه دول الفانكشنال قصب بتوعي. في الابر هو البلاتل، وفي اللور هو البكل. اما اللي انا هعمل عليهم اللون الازرق ده، فده هو النون فانكشنال كاسب. في الابر هو البكل، وفي اللور هو البلاتل. سؤال كتير جدا بتكرر في الامتحان، ناس كتير جدا بتغفل عنه ومش عارف ليه. طيب هي الدنتال ارشز دي يا دكتور بتبقى واخده شكل عامل ازاي؟ يقول لك في معظم الاحوال يعني بيبقى شكلها الهورس شو شيب، يعني بتبقى واخده شكل حدوه الحصان ده. تمام تمام يا دكتور ماشي. يقول لحضرتك المفروض ان الابر دنتال ارش بيكون سلايتلي لارجر ذان اللور دنتال ارش. يعني يا دكتور مش فاهمينها دي؟ يعني اكبر منه بس سيكه بسيطه، مش فاهمين. عارف انت حضرتك دلوقتي حالا لو انا عندي اللهم صل على سيدنا محمد اللانش بوكس يا جماعه اللي انتوا بتاخدوه ده، يعني اللي انتوا بتاخدوه معاكم الكليه اي مكان اي حاجه، بوكس اي بوكس من اي نوع،
تلقائي. المفروض الغطا بتاع البوكس ده يكون سلايتلي لارجر ذان البوكس نفسه ولا اصغر منه، ولا المفروض ايه؟ والله عشان يحكم الاغلاق عليه، خد بالك من كلمه يحكم الاغلاق ده، عشان يقفل كويس لازم يكون اكبر منه حاجه بسيطه، لازم القطعه اللي فوق تبقى اكبر من القطعه اللي تحت حاجه بسيطه عشان تحكم الاغلاق على اللي تحتها. لكن لو الاتنين قد بعض هيتحطوا فوق بعض وخلاص. طب لو اللي فوق اصغر ده يدخل جواه، يعني تخيل كده اللي فوق هو اللي اصغر من اللي تحت، يعني جايب بوكس الغطا بتاعه اصغر منه، ايه اللي هيحصل فيه؟ هيدخل جوه الغطا، هيدخل جوه البوكس نفسه، صح كده؟ صح. يبقى انا لا انا عايز الابر يكون اصغر ولا عايز يكون ايكوال، لا يبقى اصغر ولا ايكوال، امال ايه؟ سلايتلي لارجر. ليه؟ عشان يعمل حاجه اسمها سلايتلي اوفرلاب. يعني ايه اوفرلاب يا دكتور؟ يعني يغطيه، يعني يحيطه، يعني يكستند بيوند الحدود بتاعته. يعني لو انا قفلت الاثنين مع بعض كل الجزء ده يكون محاوط يعني تخيل معايا بالظبط كده، انه مش احنا لو رجعنا للصوره اللي فوق دي كده، تعالى بص كده، مش احنا بنقول الابر ده هي ده الابر فوق، ده الابر تيس تمام، وده هو اللور تيس، كل الابر ارشر وده اللور ارشر من تحت، مش احنا بنقول الابر الفانكشنال بتاعها هو البلاتال هو اللي يعض واللور البكال هو اللي يعض؟ اه. معنى كده ان ده ناحيه اللسان، صح كده؟ ده ناحيه اللسان وده ناحيه الخد، ده ناحيه التشيك، صح؟ صح كده. فده دايما بيكون بره، هو اللي عامل اوفرلاب، هو اللي مغطي، يعني كأن اللي فوق اكبر وازيد من اللي تحت بمقدار البقى الكسب ده، فكل الاسنان اللي فوق بتقفل على الاسنان اللي تحت وبيبقى طالع منها الحته دي لبره زياده، وده بيبقى ناحيه اللسان، ده ناحيه الخد اللي هنا ده كده، ناحيه الخد هنا كده، ده هنا هيكون الخد وده بيكون جوه ناحيه اللسان، خلاص خلاص. فمعنى كده عشان المنظر ده يحصل لازم اللي فوق يكون اكبر من اللي تحت واوسع منه شويه، لانه لو كانوا الاثنين قد بعض بالظبط ما كانوش هيعدوا كده بالظبط، امال كانوا هيعدوا ايه؟ ده على ده وده على ده، هيبقوا فوق بعض بالظبط لو كانوا قد بعض. طب لو كانوا اصغر، اللي فوق اصغر، ده اللي هيبقى جوه وده اللي بره، صح؟ صح. طب ايه الصح اللي ربنا جعله الصح؟ ان الابر يكون سلايتلي لارجر بحيث ان البلتل يعض في الفصه والبكل يعض في الفصه وده يكون طاير بره في الهواء، ويعمل حاجه اسمها الاوفر لاب. يعني ايه اوفر لاب يا دكتور؟ يعني مغطي من بره، مغطي من بره، زي بالظبط لما حضرتك تجيب غطا لاي حاجه ويبقى طالع منها حته لبره، الحته لبره دي هي اللي عامله الاوفر لاب ده، خلاص اتفقنا كده؟ يعني ايه فهمنا يعني ايه اوفر لاب؟ اه يا دكتور فاهمين ان شاء الله. لما حضرتك تشوف السلايد اللي عليها الدور هتلاقي نفس الكلام احنا بنقوله، بيقول لحضرتك لما التو دنتال ارشز يعني الابر واللور يقفلوا على بعض اوكلود تجزر، يعني ايه يا دكتور؟ يعني كام انتو اوكلوجن، يعني زي ما انتوا حضرتكم شايفين في الصوره في الموديل اللي قدامكم ده كده اوكلود تجزر، يعني الاثنين قافلين على بعض. يقول لك ايه؟ ذا ابر تيس ار اوتسايد ذا لور تيس. يعني ايه اوتسايد ذا لور تيس؟ هو اللي انا لسه جايبها لك من شويه كده، يعني هي طالعه بره، طب طالعه بقد ايه؟ بحدود البكال بارت منها او النص البكال منها، هو اللي عامل اوفرلاب بره، هو اللي مغطي من بره. طب عشان نشوف الكلام ده ثلاثي الابعاد نشوفه ازاي؟ نشوف حضرتك المنظر ده كده، بص كده من الجنب شايف ايه؟ شايف دي الابر تيس اهي، دي الابر تيس، جزء البلاتال منها، جزء البلاتال منها عامل اوكلوجن زي ما حضراتكم واخدين بالكم، ده البقل من الابر شايف بره خالص في الهواء، وده البقل من اللور قصاد الفصه، وده البلاتال من الابر قصاد الفصه، وده اللينجوال من اللور قصاد الايه اللسان. فبناء عليه ان بناء على الصوره دي كده حضرتك لما تاخد بالك وتبص الكلام ده في كل الابر بقى، يعني ادي ال7 وبعد كده ال6 وال8 والبريمولرز كلهم، شايف البريمولرز قدام حضرتك والكناين، كل الاسنان بوستيرو وانتيرو، الابر هو اللي بره وهو اللي مغطي واللور هو اللي جوه وهو اللي مستغطي زي ما حضراتكم شايفين. حتى الانتيرو تيسا الانسايزر، لو انا باصص على الانسايزر دي الانسايزر، هبص من تحت كاني باصص من تحت، شايف المنظر اهو، شايف الانسايزر ايدج بتاعت الابر عامله ازاي بالنسبه للاور اهو، ده الانسايزر بتاعتي، فشايف كل الابر تيس هي اللي طالعه بره وكل اللور تيس هي اللي داخله جوه. وبناء عليه وبناء عليه يقول لك ان لما الابر واللور دنتال ارشز كام توجذر انتو اوكلوجن، الابر تيس اوكلود اوتسايد ذا لور تيس، وده شيء مفهوم واحنا شايفينه بشكل جلي جدا وواضح، ده هو ده بس ده ايه ده كتر ده في النورمال اوكلوجن، يعني ما تجيبش واحد عنده، ما تجيبيش اختك او سماح بنت خالتك وتقولي لي تعالى بص على اسنانها، لا ده اسنانها مش كده زي ما انت بتشرح، اقول لك هي عندها مال اوكلوجن، عندها ده محتاجه تتعالج بالتقويم، فدي مشكله. احنا هنا بنتكلم عن نورمال، احنا كل شرحنا دلوقتي عن نورمال، عظيم عظيم. ويظهر معايا مصطلحين مهمين قوي قوي، واحد اسمه الاوفر جيت، واحد اسمه الاوفر جيت، وواحد اسمه الاوفر بايت. هو ايه الفرق بقى؟ يعني ايه كلمه اوفر جيت ويعني ايه كلمه اوفر بايت؟ انا عارف يا دكتور، استنى انا هجاوب. كلمه اوفر دي احنا عارفينها كلمه وحشه، يعني لما بقول لك لما بيقولوا لحد انت اوفر فدي حاجه وحشه، اوفر جيت واوفر بايت دي حاجه اكيد اب نورمال، دي مشكله دي ولا ايه؟ اقول لك لا، اوفر جيت واوفر بايت الاثنين نورمال. يعني ايه يا دكتور نورمال؟ يعني دي حاجه عندنا كلنا، اي حد اسنانه مظبوطه لازم يكون عنده اوفر جيت اوفر بايت، لازم يا دكتور؟ اه لازم.
يعني انا وحضرتك وحضرتك وحضرتكم كلكم، اي حد اسنانه مظبوطه لازم يكون عنده نورمال اوفر جيت اند نورمال اوفر بايت. طب يطلعوا ايه بقى الاوفر جيت والاوفر بايت ده؟ يقول لحضرتك والله عشان نفهمها بشكل بسيط جدا، تعالى على الانتيريوتيس، يعني هي موجوده في كل الاسنان بس تعالى نفهمها في الانتيريوتيس اكتر، يبقى مثالها اكتر وضوحا في الانتيريوتيس. مالها بقى الانتيريوتيس؟ تعالى الانسايزور بالظبط، تعالى نبص على الابر سنتر انسايزور واللور سنتر انسايزور اللي حضرتك شايفهم دول. طيب حضرتك هنبص من مشهدين او من تو فيوز. الفيو الاولاني هنبص ليبيال او من فرونتال فيو، انا كده باصص فرونتال فيو. يعني ايه فرونتال؟ يعني من قدام، انا باصص من قدام. طيب ايه اللي انت شايفه من قدام؟ يقول لحضرتك والله انا شايف الاتي، هو مش دي الابر انسايزور؟ اه تعالى نرسم حدودها كده، فين الابر انسايزور؟ ادي الابر انسايزور يا دكتور، دي اللي انا برسم حدودها دي يا دكتور، كده الابر انسايزور صح؟ صح. طب تعالى نرسم كده، ارسم لي حدود اللور انسايزور. طيب ماشي ما يجراش حاجه، ارسم لي حدود اللور انسايزور. ادي اللور انسايزور، بس ايه ده؟ ده المفروض اللور انسايزور الانسايزر ايدج بتاعتها المفروض مكمله هنا كده صح؟ دي اللور انسايزور صح كده يا دكتور؟ اه. طب ايه ده يا دكتور اللي انا شايفه؟ اللي انا شايفه ان الابر انسايزور من الفرونتال فيو، الابر انسايزور من الفرونتال فيو مغطيه على جزء من الانسايزال بارت او جزء من الليبيال سيرفيس بتاع اللور انسايزور، الابر مغطيه عليها، يعني هي الثانيه اللور مستخبيه وراها، الابر هي اللي مغطيه عليها. طيب يا دكتور طب ده معناه ايه؟ هو ده اسمه الاوفر بايت. اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه الاوفر بايت. يعني ايه يا دكتور بقى الاوفر بايت دي؟ يقول لحضرتك ده اسمها الفيرتيكال اوفرلاب. يعني ايه كلمه فيرتيكال اوفرلاب؟ يعني انت باصص كده، لو انا جبت مسطره وبقيس من فوق كده لحد تحت، مش ده انا كده بقيس فيرتيكال من فوق لتحت؟ اسمه فيرتيكال، مش ده الفيرتيكال دايمنشن يا دكتور؟ اه. يقول لك في الفيرتيكال دايمنشن يعني من فوق لتحت، لما تيجي تبص من الفرونتال فيو هتجد ان الابر انسايزور مغطيه على تقريبا لو احنا حسبنا بالمسطره، يعني مثلا تعالى نتخيل كده ان اللور انسايزور دي من هنا كده لحد هنا كده تقريبا 8 سنتي او 9 سنتي، فهي مغطيه تقريبا على 2 او 3 مللي منها. انا اسف، هي كلها 4 9 مللي مش 9 سم، اسف 9 مللي، فهي هتكون مغطيه على 2 ل 3 مللي منها دكاتره، يعني تقريبا مغطيه على تلت السيرفيس، تقريبا مغطيه على تلت السيرفيس. فلما تيجي حضرتك تدي ديفينيشن، واضح جدا وجالي ان حضرتك في فيرتيكال اوفرلاب اهو. شايف حضرتك لو انا جيت بصيت على اللور انسايزور، بص كده يا فندم اهو، شايف الانسايزر ايدج بتاعتها فين؟ اهي دي الانسايزر ايدج بتاعتها، شايف هي فين؟ متغطيه بالجزء ده من الابر انسايزر. طب قد ايه تقريبا من هنا لحد هنا كده؟ تقريبا تلت السيرفس. فيقول لحضرتك والله دي اسمها الاوفر بايت. اسمها ايه يا فندم؟ الاوفر بايت. يبقى تاني تعالى ندي ديفينيشن الاوفر بايت. تطلع الاوفر بايت يا دكتور، يقول لحضرتك والله ريفير تو الاكستنت اوف فيرتيكال اوفرلاب. فيرتيكال ايه يا دكتور؟ اوفرلاب يعني التغطيه في اتجاه الفيرتيكال من فوق لتحت. لما الماكسيلاري انسايزر اوفر المانديبولار انسايزر ميجر ريلاتيف تو الانسايزر ريج، يعني حضرتك بتقيس اللي فوق مقارنه باللي تحت، هتجد ان الابر انسايزر اهي يا دكتور، دي الابر انسايزر، وحضرتك لما يعني تعلم على حدودها هتلاقي ان هي مغطيه جزء معين كده من اللور انسايزر ريج، بيوصل تقريبا شايف دي بدايه الانسايزر ريج، شايف دي كل ده تقريبا متغطي، اللي هو تقريبا تلت السيرفيس يا دكتور بتاع اللور، تلت السيرفيس بتاع اللور. عظيم عظيم. طيب دي نورمال ولا ابنورمال يا دكتور؟ يقول لحضرتك دي نورمالي اللور انسايزر ايدج كونتاكت على البلكه السيرفيس بتاع الابر انسايزر ايدج، يعني اللور دي لما بتيجي تعض، اللور لما بتيجي تعض بتعض الانسايزر ايدج دي بتعض على البلكه السيرفيس او على فوق السنجلم او في فوق السنجلم بتاع الابر انسايزر، بتعض فوقها بالظبط. عظيم عظيم. وبناء عليه كده هيكون في عندي تغطيه بمقدار قد ايه؟ يقول لحضرتك والله تقريبا 1 ثيرد تلت السيرفيس بتاع اللور بيبقى متغطي، او تقريبا ما يقارب من ال 2 ل 3 مللي من الكراون هايت، يبقى ارتفاع الكراون. يبقى تاني يا دكاتره احنا بنشرح ايه؟ بنشرح حاجه اسمها الاوفر بايت، والاوفر بايت دي حاجه نورمال، وادي حدود الابر سنتر انسايزور، وادي حدود الابر سنتر انسايزور، وادي حدود اللور سنتر انسايزور بناء على الرسمه اللي معانا، ادي حدود اللور سنتر انسايزور. الابر مغطي قد ايه من اللور؟ مغطي تقريبا من 2 ل 3 مللي، بحيث او تقريبا تلت السيرفيس، تلت السيرفيس او 2 ل 3 مللي، ودي بنسميها النورمال اوفر بايت، بحيث ان الانسايزر ايدج بتاعت اللور بتكون بتعض فوق السنجلم او على البلكه السيرفيس بتاع الابر، بيعضوا قصاد بعض كده بالطريقه دي، ودي اسمها الاوفر بايت. اوفر بايت زي حضراتكم شايفين، ادي صوره الاوفر بايت، وبتتشاف منين يا دكتور؟ بتتشاف من الفرونتال فيو. طيب ده الطبيعي اللي انتم شايفينه في الصوره دي الطبيعيه، شايفين
هنا تقريبا تلت السيرفيس، طب هنا لا ده تقريبا مغطيه تلتين السيرفيس او تقريبا معظم الكراون، او معظم الكراون مش ظاهره او زي ما حضراتكم شايفين. طب هل ده نورمال؟ ده نورمال؟ لا، يقول لك دي مش نورمال، دي بنسميها حاله دي بايت. لما تبص على حد من قرايبك وتلاقي الابر مغطي بالكامل على كل اللور بنقول له انت عندك دي بايت، لكن لما يكون الابر مغطي بس تلت اللور، تلت اللور، فبنقول عندك اوفر بايت وده نورمال. يبقى اللي فوق ده نورمال، اما اللي تحت دي اب نورمال. اب نورمال، صح كده؟ اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتور. ده الاوفر بايت، ولما حضراتكم تيجي تشوفوه بتشاف من فرونتال فيو وانا كده باصص من الجنب، اقول لك شايف الانسايزر ايدج بتاعت اللور عضه فين؟ عضه فوق السنجلم بتاع الابر. إيه هي بالطريقه دي كده، إيه والانسايزر ايدج بتاعت اللور مغطيه تقريبا تلت السيرفيس بتاع ايه الانسايزر ايدج بتاعت الابر او الابر ليبيال سيرفيس او الابر انسايزر مغطيه تقريبا تلت السيرفيس بتاع اللور انسايزر. دي بنسميها الفيرتيكال اوفر بايت او الاوفر بايت يا دكاتره في الفيرتيكال دايركشن، بس انا عشان اشوفها كويس او باصص من الجنب، اما الصوره اللي انت حضرتك هتشوفها هشوفها من قدام، من قدام هلاقي اللي فوق مغطي على اللي تحت، اما من الجنب هشوف مقدار الاوفرلاب ده قد ايه. ادي يا دكتور لما تقيس كده بالمسطره يقول لك ده ايه من 2 ل 3 مل، انا كده هقيسهم بالمسطره. عظيم عظيم. وتلاقي اللور انسايزر بتعدي قصاد السيلينجرام عشان تديها حاجه اسمها انسايزر للسوبر، عشان ليه اللور انسايزر ما بتطلعش فوق وليه الابر انسايزر ما بتنزلش لتحت؟ لان كل واحد فيهم بيضد الثاني، دي تيجي تطلع لفوق تلاقي نفسها بتخبط في البلاتال سيرفيس، ودي تيجي تنزل لتحت تلاقي نفسها البلاتال سيرفيس بيخبط في الانسايزر ايدج، فلا دي هتطلع لفوق ولا دي، لا دي هتنزل لتحت ولا دي هتطلع لفوق، وكل واحد فيهم يبقى اوبوزنج بالتاني، كل واحد فيهم عامل فيرتيكال ستوبر للتاني. خلاص خلاص، اللهم صل على سيدنا محمد. طب ده فيما يتعلق بالاوفر بايت. طب الاوفر شيت بقى معناها يقول لك ده الهوريزونتال اوفرلاب. يعني ايه يا دكتور الهوريزونتال اوفرلاب؟ تعالى يقول لك عشان تشوفها دي بقى مش هتشوفها من الفرونتال فيو، انا كده من الفرونتال فيو شايف الفيرتيكال الاوفر بايت. طب عشان اشوف الاوفر جيت نشوف من الجنب، يقول لك بص من الجنب، ايه اللي انا اشوفه من الجنب؟ ادي يا دكتور الانسايزر، شوف ايه؟ يقول لك اللي انا شايفه ان الابر انسايزر متقدمه هوريزونتالي، مش كده؟ ده الهوريزونتال دايركشن يا دكاتره، يعني ده من قدام وورا. اللي حضرتك شايفه ايه؟ اللي انا شايفه ان الابر انسايزر متقدم في هوريزونتال دايركشن، يعني قدام ورا، انا ما بقيسش من فوق لتحت خلاص، ما عدتش بقيس من فوق لتحت، بقيس من قدام ورا. يقول لحضرتك اللي انا شايفه ان الابر ده الابر تي ساي، ده الابر انسايزر، شايف اللور انسايزر فين؟ اللور انسايزر دي الانسايزر ايدج بتاعت اللور انسايزر، ودي الانسايزر ايدج بتاعت الابر انسايزر. الانسايزر ايدج بتاعت الابر متقدمه في هوريزونتال دايركشن قدام ودي ورا بمقدار حاجه اسمها الاوفر جيت. ايه هو الاوفر جيت ده يا دكتور؟ يقول لك ده مقدار الهوريزونتال اوفرلاب. يعني ايه يا دكتور الهوريزونتال اوفرلاب؟ يعني الابر متقدم على قد ايه على اللور في هوريزونتال دايركشن، وده عشان تشوف شايفين كل الاسنان الابر معامله اوفر جيت على الاسنان اللور، يعني كلها متقدمه على الاسنان اللور. طب متقدمه بمقدار قد ايه؟ يقول لك ده متقدم بمقدار من 2 ل 3 مللي برضه، بنسميها الاوفر جيت. يبقى ايه هو الاوفر جيت ده يا دكتور؟ يقول لحضرتك والله الاوفر جيت هو الهوريزونتال اوفرلاب، ودي بتقاس من الليبيال سيرفيس بتاع الابر لحد الليبيال سيرفيس بتاع اللور، من الليبيال سيرفيس بتاع الابر للليبيال سيرفيس بتاع اللور، يعني تقريبا تخانه الانسايزر ريدج بتاع الابر، ودي تخانته تقريبا بيكون 2 ل 3 مللي، في ناس تقول لك من 0 ل 2 مللي او في 0 ل 3 مللي، المهم يعني ايه هي من 2 ل 3 او من 0 ل 2، هو تخانه الانسايزر ايدج دي، ودي اسمها الاوفر جيت يا دكاتره. يبقى هي الاوفر جيت يا دكتور، الاوفر جيت هي ريفير تو الهوريزونتال اوفرلاب بتاع الماكسيلر انسايزر اوفر المانديبولر انسايزر ريليتيف تو الانسايزر ايدج فروم ليبيا، بتتقاس منين لفين؟ من الليبيال سيرفيس بتاع الابر للليبيال سيرفيس بتاع اللور، تقريبا مقدار الايه الانسايزر ايدج نفسها والانسايزر ريدج. طب مقدارها قد ايه؟ يقول لحضرتك والله ده نورمال من 0 2 مللي. طيب نيجي نشوف الصور بتاعتها بقى. ادي يا دكتور صوره الاوفر جيت، شايف الاوفر جيت بتتقاس ازاي؟ بجيب المسطره واقيس هوريزونتال، بجيب المسطره واقيس هوريزونتال من الانسايزر ايدج بتاعه الابر للانسايزر ايدج بتاعه اللور، انا كده عندي انكريزد، شايفين الاوفر جيت هنا كده من هنا زيرو، اطلع 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 انا واصل لحد 6، لا ده كده ايه حاجه اسمها انكريزد في الاوفر جيت، لكن الطبيعي ايه؟ ان الاوفر جيت كده الطبيعيه ان هي تكون بس تقريبا من 2 ل 3 مللي، تقيس من الليبيال سيرفيس ده للليبيال سيرفيس ده يكون ايه 2 3 مللي، بحيث ان الاخت دي الانسايزر ايدج دي بتكون او الانسايزر ايدج بتاعه اللور بتكون خبطه هنا في السنجلم، فلو هي خبطه فعلا في السنجلم هنا اثناء الغلق او اثناء الاوكلوجن الاوفر جيت والاوفر بايت بتوعك هيطلعوا صح. يعني اصلا المفتاح بتاع حل المعضله دي كلها ان اللور انسايزر ايدج تضغط على السنجلم او فوق السنجلم بتاع الابر، لو ده صح فمعنى كده ان هيبقى عندك اوفر بايت صح وهيبقى عندك اوفر جيت صح. الاوفر جيت يا دكتور هي الهوريزونتال اوفرلاب، هوريزونتال اوفرلاب، اما الاوفر بايت يا دكتور هي الفيرتيكال اوفرلاب. شوف بقى شكل المسطره فوق وتحت هنا عامله ازاي، شكل المسطره من في الاوفر بايت اللي هو الفيرتيكال اوفرلاب بقيس من فوق لتحت،
شكل المسطره في الهوريزونتال اوفر هوريزونتال اوفرلاب بقيس من قدام لورا صح كده، او من ورا لقدام زي ما انت هوريزونتال، اما هنا بقيس فيرتيكالي. فاهمين يا دكاتره؟ وادي شكل السهم في الاوفر بايت، وادي شكل السهم في الاوفر جيت كده. فاهمينهم هما الاثنين؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. طيب يقول لك يا دكتور، من عظمه الخالق هو ربنا ليه عمل الاوفر جيت والاوفر بايت دي؟ يقول لك تخيل كده انه الاوفر جيت والاوفر بايت دول مش موجودين، وتخيل ان الابر واللور بيعضوا ايدج تو ايدج، ايه اللي هيحصل في السنان؟ السنان دي هتاكل بعضها، هتكسر في بعضها مع الوقت، ما كل انسايزر ايدج فوق بتعض قصاد الانسايزر ايدج اللي تحت. يقول لك ده مش بس كده، مش في سوفت تيشو في المكان، مش في لبس وخد وتشيك وحاجات لطيفه. الناس في بعض الناس كده ممكن تكون قبلكم واحده من صاحبتكم، واحده من قرايبكم بتقول، او واحد من اصحابكم قرايبكم يقول لك ايه، انا حاسس ان انا باكل خدي من جوه، انا حاسس ان انا باكل شفايفي. طب تيجي تبص على الاسنان بتاعته مش هتلاقيها زي ما ربنا خلقها عند معظم الناس، هتلاقيها مختلفه، هتلاقي ما عندوش الاوفر جيت والاوفر بايت ده. ليه؟ لانه بما ان طول ما الاسنان بالمنظر ده اللي هو الاوفر جيت والاوفر بايت اللي احنا اتفقنا عليه ده، ايه اللي بيحصل؟ مش فينا خد يا دكاتره؟ اه مش احنا قلنا ده بيكون ناحيه الخد؟ اه ده بيطرد الخد لبره، يعني طول ما ده بره كده بالطريقه دي الخد ما هيبقى نايم فوقه، هيبقى طرده، يجي يعض يجي ياكل المريض، ما ايه الخد ده ما يجيش تحت السنان، هيجي ازاي ما ده مطرود بالاوفر جيت والهوريزونتال اوفر جيت ده مطرود لبره. عظيم عظيم. طب تخيل بقى ان هو العكس، ان دول كذب وكذب والخد ايه عليهم هما الاثنين، بسهوله جدا يجي تحت المفرمه بتاعت الدروس دي. طب لو اي صوره ثانيه غير الصوره اللي احنا قلنا عليها في الاوفر جيت والاوفر بايت دي، سهل جدا التشيك اللي موجود هنا كده يقوم جاي يحصل له كليبنج ويشبك ويجي تحت السنان، والمريض ياكل السوفت تيشو بتاعه سواء كان اللبس بتاعته او التشيك بتاعه، فتلاقيه بيعض على خدوده او بيعض على ايه الشفايف بتاعته بصوره هو ما يقدرش يتحكم فيها، بتبقى صوره غير اراديه. ده دكاتره عظيم عظيم. طيب كل ده احنا لسه بنتكلم على الديفلوبمنت بتاع الدنتال ارشز. يبقى احنا كده اتفقنا ان انا عندي الدنتال ارشز، وعندنا في الدنتال ارشز دي لما يحصل لهم اكلوجن كل واحد فيهم فوق الابر هورس شو شيب واللي تحت هورس شو شيب، بس الابر سلايتلي لارجر زان اللور، بحيث ان يكون عندي حاجه اسمها هوريزونتال اوفرلاب اوفر اول كل الاسنان وسميناها الاوفر جيت، وعندي كمان حاجه اسمها الفيرتيكال اوفرلاب سميناها الاوفر بايت. وقلنا ده ليه مميزات كتيره جدا يا دكتور، من اهمها انه ما يحصلش كليبنج للسوفت تيشو ديورنج ماستيكيشن. طيب تعالى بقى نمسك كل دنتال ارش لوحده عشان شوف، يعني هناخد الابر لوحده واللور لوحده ونتكلم هو احنا شايفين ايه وازاي بنوصل للمرحله دي اصلا، يعني ازاي الدنتال ارشز او الدنتال ارش اللي هو بيكون في الصوره بتاعه الهورس شو شيب دي بيتكون. تعالوا نشوف اذا حضراتكم كده شايفين احنا كده باصين من جوه، شايف ايه اللي انا باصه من جوه؟ دي اللور انسايزال ايدج، شايف اللور انسايزال ايدج بقى عضه فين؟ ادي اللور دي اللور كده انسايزال، شايفين عضه فين؟ على البارتال سيرفيس بتاع الابر فوق السنجلم زي ما اتفقنا، ده من جوه. يبقى انا كده باصص من جوه يا دكاتره كده في شكل الاوكلوجن من اللينجوال اسبكت، شايفين كل اللور تيس جوه وكل الابر تيس بره، شايفين ده الاوكلوجن من جوه. ده ميزه بقى ان احنا يكون معانا نماذج اساسيه عاد نبدا نتخيل ونشوف كل اللي احنا عايزين نتخيله، ولذلك احنا دايما ما بنحاولش نحرمكم من اي حاجه. ده شويه بيطول وقت المحاضره، ولكن في النهايه الطالب هو المستفيد انه بيتخيل كل شيء وبيشوفه قدامه عيان بعينه. تعال بقى نمسك ارش بقى ونتكلم عليه، هنجيب الابر مثلا لوحده ونتكلم عليه، ونفس الكلام اللي هنقوله على الابر هو اللي هينطبق على اللور. في حاجه يا دكاتره اسمها البارابوليك كيرف. يعني ايه البارابوليك كيرف؟ هما خدوا بالهم انه الاسنان في الفول اوكلوجن لما يكون يعني حصلها كلها كومبليت اوبشن، كل الاسنان طلعت وكل الاسنان فول اوكلوجن وكل الاسنان والابر ارش واللور ارش كلهم كاملين بالكامل، خدوا بالهم من حاجات كتير اللي من ضمنها من خلال التفحص والتمعن والتدبر والتفكر انهم يجيبوا حالات كتير جدا، يجيبوا بشر كتير قوي، ياخدوا لهم مقاسات ويطلعوا لهم الابر واللور ويعملوا لهم اوكلوجن ويبصوا على الابر لوحده ويبصوا على اللور لوحده ويبصوا على الاثنين سوا مع بعض. من خلال الدراسات الكتير على ناس كتير جدا بيطلعوا بالافكار دي او بالاستنتاجات دي، انه مثلا زي اللي احنا واخدينها من شويه انه الابر واللور عاملين هورس شو وان الابر بيوفرلاب على اللور وانه الابر في حاجه اسمها الاوفر جيت والاوفر بايت وان دي نورمال مش اب نورمال ولا حاجه. ليه؟ لانها موجوده عند كل الناس، موجوده عندي وعند كل الناس بحاجه متكرره بشكل دائم ونمطيه، فهو ده الاساس. المختلف هو اللي شاذ، يعني لو لقينا حد مش ماشي بالطريقه دي هو اللي شاذ مش هو الاساس، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب احنا لحد هذه اللحظه خلي بالكم لسه ما كلمناش عن الديفلوبمنت بتاع الدنتال ارشز الفيزز اوف ديفلوبمنت، احنا كل ده لحد هذه اللحظه بنتكلم الدنتال ارش بالكامل موجود، ايه اللي احنا هنشوفه فيه؟ قلنا الاول حاجه انه عندنا هورس شو شيب والابر بيكستند بيوند اللور، وعندي الاوفر جيت والاوفر بايت، وعندي حاجه اسمها البارابوليك كيرف. عظيم عظيم. بعد ما دول يخلصوا ان شاء الله هندخل بقى هو الدنتال ارش ازاي اصلا بيتكون، واحده واحده كده ازاي بيتكون وازاي بنبدا من اول سنه واحده لحد ما كل الاسنان تبقى موجوده، وازاي القرش ده بياخد الصوره اللي هو عليها. طب بس قبل ما نقول ازاي بيتكون بنقول ايه هي الصوره اللي هو عليها اصلا. فالصوره اللي هو عليها بيقول لحضرتك بتحقق حاجه اسمها البارابوليك كيرف. يطلع ايه البارابوليك كيرف ده؟ يقول لحضرتك والله الموضوع مش مجرد انك جايب مسطره
يعني في ناس متخيله ان الدنتال ارشز كده عباره عن ايه، كيرف. يعني ايه كيرف؟ يعني خط ماشي 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 كده وخلاص خلاص خلاص، يعني بيترسم قطعه واحده على بعضه، ده كيرف مرسوم قطعه واحده على بعضها، صح؟ صح. يقول لك لا ده هو مش كده، ده هو عباره عن كيرف من 3 سيجمنت، كيرف من 3 سيجمنت. يعني يا دكتور يقول لك تعال نبص كده ونشوف الاتي، هيقول لك لو انت باصص من الاوكلوزال فيو، هو ايه الاوكلوزال فيو ده يا دكتور؟ ما ده الاوكلوزال فيو، انا كده باصص من الاوكلوزال فيو، لو انا كده باصص انا كده باصص من فرونتال فيو، انا كده باصص من لاترال فيو، كده من قدام فرونتال فيو، كده من الجنب لاترال فيو، كده من فوق اسمه اوكلوزال فيو، اوكلوزال فيو يعني من فوق، انا كده باصص من فوق، من فوق من الاوكلوزال فيو. يقول لحضرتك ايه؟ هتلاقي ان الارنجمنت بتاع الاسنان واخد الهورس تو شيب، عرفناها دي، ما انت قلت لنا خلاص، ما مش حاجه بتتكرر. يقول لك ماشي ماشي، انا اصبر عليا بس. يقول لك ايه؟ التو دنتال ارشز بتكونفيرم تو كيرف كولد بارابوليك كيرفز. بارابوليك كيرفز ايه هو البارابوليك كيرف ده يا دكاتره؟ يقول لك ده عباره عن سيجمنت. كلمه بارابوليك يا دكاتره يعني عشان ما بتخش في تفاصيل هندسيه، مجسم من اضلاع متعدده، تمام تمام. يقول لك البارابوليك كيرف ده متكون من 3 سيجمنت، في الابر 3 واللور 3 برضه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ما هوش قطعه واحده بتترسم وخلاص زي ما انتم شايفين، اللي هو قطعه واحده كده وخلاص واللور قطعه واحده كده وخلاص، امال ايه؟ لا مش كده، امال ايه؟ يقول لك دول ثلاث قطع مختلفين، القطعه الاولى بتبقى عامله كده، دي القطعه الاولى السيجمنت الاولى، والسيجمنت الثانيه ادي السيجمنت الثانيه، وادي السيجمنت الثالثه، ثلاثه سيجمنت في الناحيه اليمين وثلاثه سيجمنت في الناحيه الشمال، يبقى هم ايه؟ 3 سيجمنت. الكيرف ده من 3 سيجمنت زي ما حضرتك شايف كده، 3 سيجمنت، ثلاثة في الناحية اليمين وثلاثة في الناحية الشمال زي ما حضرتك شايف، وده فوق وتحت كمان نفس الكلام، ادي واحدة وادي التانية وادي التالتة هي دكتور، وادي كمان واحدة وادي التانية، وهو ده البارابوليك كيرف اللي قدام حضراتكم، سيجمنت منفصلة مش متصلين ولا حاجة. طيب يقول لحضرتك السيجمنت بتاعت البارابوليك كيرف دول احنا هنقسمهم كالآتي، حاجة اسمها الانتيريور سيجمنت، وحاجة اسمها الميدل سيجمنت، وحاجة اسمها البوستيريور سيجمنت. يبقى انا عندي كام واحدة يا دكتور؟ ثلاثة، الانتيريور سيجمنت والبوستيريور سيجمنت والميدل سيجمنت في النص، ادي انتيريور وادي ميدل وادي بوستيريور سيجمنت. خلاص خلاص، تعالى بقى نشوفهم واحده واحده ونتكلم عليهم، ايه الفروقات بينهم هما الثلاثه؟ يقول لحضرتك والله عندي الانتيريور سيجمنت بيقول لك ان هي بتبقى سيمي سيركولار كيرف، سيمي سيركولار، هو مش سيركل، مش سيركل، سيمي سيركل، عظيم عظيم. باسنج الونج الفيشيال سيرفيس بتاع الانتيريور تيس من الميزيال بورشن بتاع الفيرست بريمولر للميزيال بورشن بتاع الفيرست بريمولر من الناحيه الثانيه، انا مش فاهم اي حاجه خالص، اقول لك ولا اي حاجه، الموضوع بسيط جدا وعبيط، مش ده يا دكتور؟ انا عشان خلينا عشان الصوره هنا مش واضحه قوي، تعالى نتكلم عن المجسم اللي قدام حضراتكم، ده المجسم اللي قدامنا اهو. طيب تعالى نرسمه، اول حاجه يا دكتور في ده السنترال وده اللاترال وده الكناين، وده السنترال واللاترال والكناين. الجزء الامامي اللي هو الانتيريور سيجمنت بياخد الست سنان دول مع بعض من الميزيال سيرفيس بتاع الفور للميزيال سيرفيس بتاع الفور الناحيه الثانيه. الميزيال سيرفيس بتاع الفور للميزيال سيرفيس بتاع الفور الناحيه الثانيه، طب بياخده ازاي؟ يقول لك والله ده عامل حاجه اسمها السيمي سيركولار كيرف، ادي السيمي سيركولار كيرف، يبقى ده هي الانتيريور سيجمنت اللي انا رسمتها باللون الاخضر دي، يس الانتيريور سيجمنت. ايه مواصفات الانتيريور سيجمنت يا دكتور؟ يقول لحضرتك والله هي عباره عن سيمي سيركولار كيرف باسنج من الميديال سيرفيس بتاع البريمولرز الناحيه دي للبريمولرز الناحيه الثانيه، الونج الفيشيال سيرفيس بتاع الايه؟ الانتيريور تيس كلها اللي هم الايه؟ السنترال واللاترال والكناين زي ما احنا قلنا لحضراتكم، اللي هي الانتيريور تيس مش الانسايزور بس، لا والكناين كمان معاها. خلاص كده اتفقنا؟ خلاص يا دكتور اتفقنا. طيب يقول لحضرتك والله الفيشيال الكونتور بتاع السيجمنت دي بيكون لونجر ذان اللينجوال كونتور بتاعها، وده منطقي جدا. يعني يا دكتور مش فاهمين الحته دي، ممكن توضحها لنا تاني؟ اقول لك يا دكتور تعالى نتخيل الاتي، لو انا جيت رسمت السيجمنت دي من بره هرسم السيجمنت دي من بره عامله كده، لو جيت رسمت السيجمنت دي من جوه هرسم السيجمنت دي من جوه عامله كده، انه اكتر لو انا جبت مسطره، يعني انا لو جبت حبل، حبل يا جماعه حبل خيط عادي خالص، وبدات من هنا ومشيت بالحبل مشيت بالحبل مشيت بالحبل مشيت بالحبل لحد الناحيه دي، ادي كده خلصت الانتيريور سيجمنت من بره، وجبت حبل تاني ومشيت بالحبل مشيت بالحبل من لحد هنا، وخدت الحبلين دول وقستهم طول، مين فيهم هيبقى اطول؟ اللي بره اطول، زي بالظبط اللي بيلف دوران، اللي يلف على الواسع ولا اللي يلف على الضيق، لو دي الكعبه اللي بيلف حوالين الكعبه من قريب احسن ولا بيلف من بعيد؟ كل ما تلف من بعيد كل ما تلف اكتر، يبقى اذا الفيشيال كونتور اكتر. ويقول لك ده منطقي جدا وبديهي، لا وده فسرناه قبل كده اما كنا بندرس الانتيريور تيس، وقلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ماركد او كلير ليبيو لينجوال كونفرجنس، يعني يعني اللينجوال دايمنشن بتاع كل الاسنان دي اصغر بكتير جدا مقارنه بالليبيال دايمنشن بتاعها، عشان تاكوموديت البوزيشن بتاعها في الدنتال ارش، وده امر بديهي جدا ومنطقي وكلكم خلاص تخيلتوه وفاهمينه كويس جدا جدا جدا، يبقى ده هو الانتيريور سيجمنت. طيب ماشي، فين الميدل سيجمنت يا دكتور؟ يقول لحضرتك والله الميدل سيجمنت بقى بتبدا معايا، احنا كنا انتهينا عند مين؟ انتهينا عند الميزيال سيرفيس بتاع البريمولر. الميدل سيجمنت هتفضل ماشيه 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 لحد
الميزيو باكا الكاسب بتاع السكس، يعني هتاخد الفور كله والفايف كله والميزيو باكا الكاسب بتاع اللور بتاع السكس تاني، الفور كله والفايف كله والميزيو باكا الكاسب بتاع السكس. طب ليه يا دكتور؟ ليه 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 يعني؟ معلش وضح لنا اشمعنى، يعني مش فاهمين اشمعنى بدأنا من هنا وانتهينا من هنا، ليه ما انتهناش عند البري مولر؟ طب ليه ما خدناش السكس كله على بعضه؟ ليه؟ يقول لحضرتك والله ببساطه اللي فرض عليا الموضوع ده هو الكونتور. يعني ايه الكونتور يا دكتور؟ الاسنان، وجود الاسنان، رصه السنان. احنا بنجد انه يعني انت متخيلين يا دكاتره ليه ما نقولش ان من الميد لاين هنا كده او الانتيريو سيجمنت دي كملت لحد الاخر؟ لاننا لما يعني مثلا ركزوا معايا في النقطه دي، وانا حابب ان انتوا يعني ترفعوا معدلات التخيل شويه. لو انا بقول لك ان الانتيريور سيجمنت دي هي سيجمنت واحده، يعني هو مش ثلاثه سيجمنت ولا حاجه، مش دي الواحده ودي الواحده ودي، ليه ثلاثه؟ ليه مش اربعه؟ ليه مش اتنين بس؟ ليه ثلاثه؟ اشمعنى يعني؟ ايه السؤال؟ ليه ما يبقاش واحده؟ فاقول لحضرتك والله اللي فرض عليا الموضوع ده هو البوزيشن بتاع الاسنان. انا مشيت من الميد لاين هنا كده، ادي الميد لاين، مشيت مشيت مشيت، لقيت الثلاثه دول واخدين مع بعض نفس الكيرف، التلاتة دول واخدين مع بعض نفس الكيرف. لو انا المفروض امشي مع نفس الكيرف، المفروض الاسنان تكمل كده. لا، ما لقيتش الاسنان بتكمل كده، لقيت الاسنان بتدخل لجوه، لقيت الاسنان بتدخل جوه. انتوا فاهمين يا دكاتره؟ يعني تخيل كده انا واحد بتاع ايه، مهندس بتاع معماري او مدني، او واحد بتاع مساحه، مهندس مساحه. فانا جاي امشي بالكشف بتاعي، لقيت دول ماشيين مع بعض عادي خالص في تناغم وتناسق. جيت لقيت دول مش ماشيين في نفس التناغم والتقاسم، ده دول كسرين كسره كده مختلف. ومش لو ماشيين بنفس التناغم والتناسق يبقى المفروض هعمل كده. ما انا المفروض لو انا ماشي بدايره دكاتره، المفروض الدايره دي ليها مركز وكل انصاف الاقطار متساويه في كل الاماكن، صح؟ هعمل نفس الدايره دي بنفس الطريقه، بس انا ما لقيتش كده. ده انا ما لقيتش الانتيريو سيجمنت دايره، انا لقيتها سيمي سيركولر، ولقيت الباقي ما بيكملش نفس السيمي سيركولر ده، ما بيكملش نفس الدايره. يعني مش هي دايره ولها مركز ونصف وهم مساويين كلهم على بعد متساوي من المركز ده، لا ما فيش الكلام ده. لقيت الجزء ده ماشي بكونتور، والجزء ده الثلاثه دول لحد الميزو باكا الكاسب دول ماشيين بكونتور. وشايفين هنا، شايفين الميزو باكا الكاسب قد ايه داخل قد ايه بره، الديستو باكا الكاسب داخل لجوه، كان حد كان السنه دي لفق، كانها كانت عامله كده وحد جيب صبعه كده وقام ضغط عليها من هنا قامت داخله لجوه. يعني تخيل كده ان العظم اللي السنان دي موجوده فيه ده مش عظم، ده شمع او بلاستيك اي حاجه طريه صلصال، وحد عمال يلعب فيها براحته. فالسكس بدل ما يكون محطوط كده، لا، حد قام جاي ضغط وقام حاطط كده، قام حوله كده، قام عامله كده الحته دي، دخل النص الديستال اللي جوه، دخل النص الديستال اللي دكاتره بتاعه اللي جوه. فانا بالنسبه لي يعني انا هحكم عليه، همشي مع اللي موجود، انا بمشي مع الاناتومي النورمال. فيقول لك والله انا همشي مع الميدل سيجمنت، يقول لك ان هي عباره عن ستريت لاين، خط مستقيم كونتينوس من الانتيريور سيجمنت باسنج الونج الباكال سيرفيس بتاعه الفيرست والسكند بريمولر والميزيال بورشن بتاع الفيرست بيرمننت مولر. وده هيقول لك هو ستريت لاين ديفييتد من الميد لاين سلايتلي باك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالى نرسم الميد لاين عشان تفهموه. ده الفيشال ميد لاين اهو، ده الخط المنصف، ده الخط المنصف، ده الخط المنصف، ده الخط المنصف، تمام تمام. وجدنا ايه؟ وجدنا الاتي، ان الانتيريور سيجمنت ماشيه سيمي سيركولر بالطريقه دي، دي الانتيريور سيجمنت ماشيه سيمي سيركولر. طيب ما تكملي انتيريور سيجمنت؟ لا، المفروض لو هتكمل تفضل ماشيه كده. لا، ما لقيناهاش ماشيه كده. امال ايه؟ لقينا الجزء ده من اول بري مولر كده ماشي ماشي خط مستقيم، خط مستقيم، مش ماشي بقى سيمي سيركولر. سيمي سيركولر فيه كيرف، اي سيركل يا دكاتره فيها كيرف، لا ده بقى خط مستقيم. الفرق بين الخط المستقيم والسيمي سيركولر ان ده لافف وده مستقيم. فلقينا الفور والفايف والميزيو باكا الكاسب بتاع السكس مستقيمين، خط مستقيم، مش عاملين نفس الكيرف. اخونا ده عامل كيرف اهو، شايفين الكيرف؟ الانتيريور سيجمنت دي كيرف، واخده كيرف سيمي سيركولر، ده خط مستقيم. طب خط مستقيم ماشي بارل للميد لاين؟ لا، ماشي ديفييتد باكالي من الميد لاين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول لحضرتك والله هو خط مستقيم، اه ده خط مستقيم اهو يا دكتور، وده خط مستقيم، الميد لاين خط مستقيم، الاثنين بقى بارل لبعض مثلا، يعني ده مثلا متني بحيث ان ده عامل كده مثلا. يعني هل مثلا الخط المستقيم ده يا دكتور اللهم صل على سيدنا محمد ماشي كده، ماشي بارل للميد لاين؟ لا، امال ايه ماشي هنا مثلا؟ لو ده الميد لاين اهو، المفروض يعني ده النقطه دي والنقطه دي قصاد بعض اهو، المفروض لو ده ماشي كده خط مستقيم، لا المفروض هيمشي كده، لا ما مشاش كده، عمل ديفيجن لبكه لبره، يعني كانه اتطرد ناحيه البكه. فده معنى كلمه الديفيجن بكه لي، يعني لو انا حطيت نقطه هنا ونقطه هنا، النقطه دي طالعه بره والنقطه دي جوه، والنقطه هي اللي جوه. يعني لو انت نزلت منه عمود كده شايف المنظر ده، النقطه دي بره مطروده بره ديفيدد باكالي، والنقطه ديت ماشيه مع الخط المستقيم اللي هو الميد لاين. فكانه كانه ستريت لاين ديفيدد من الميزيال للديستال اواي من الميد لاين او باكالي عن الميد لاين. فاهمين؟ فاهمين. وده معنى، وده اللي خلانا ان احنا نقول ان احنا عندنا 3 سيجمنت
عظيم عظيم. طيب السيجمنت التالتة يقول لك هي ستريت لاين برضو وماشي على الباكال سيرفيس من الفيرست مولر، من الديسال سيرفيس بتاع الفيرست مولر، واخد السيرد السكند والثيرد مولر. المفروض هنا في 8 كمان يعني، بس هو مش مرسوم، المفروض هنا في 8 كمان. يقول لك ايه لما جينا نشوف بقى الخط المستقيم ده اللي هو بتاع الميدل سيجمنت، كمل يا خط مستقيم زي ما انت، قال لك انا هكمل زي ما انا هعمل كده. ايه ده؟ طب ما انت كده ما كنتش ماشي مع المولرز. المولرز عاملين ازاي؟ قال لك المولرز خط مستقيم داخل لجوه. قال لا وانتوا بتزاولونا. اه فيقول لك ان هم ثلاث قطع مش قطعتين، مش قطعه واحده. القطعه الاولى يا دكتور عامله سيمي سيركلر من بره لجوه، من اول الميد لاين لحد الميزيال سيرفيس بتاع البري مولر، سيمي سيركلر مش خط مستقيم، ده ايه حاجه دائريه كده كيرف. طيب واللي بعده ده خط مستقيم ديفييتد بكلي من الميزيال بتاع البري مولر فيست بري مولر لحد الميزيو باكال كاست او الميزيال بورشن بتاع السكس. طب واللي بعد كده قال لك لا ده خط مستقيم بس داخل لجوه، خط مستقيم بس داخل لجوه. عظيم عظيم. واي كانك حضرتك لو كملت الخطوط دي على استقامتها هتحصل على الاتي. لو انا كملت السيمي سيركلر اللي قدام ده على على بنفس الطريقه بتاعته المفروض يبقى عامل كده، ده لو انا هكمله، بس هو مش عامل كده. ولو انا كملت الخط المستقيم بتاع البري مولرز على استقامته المفروض يبقى عامل كده. يعني لو انا بقول هم ليه مش قطعتين ايه بس باقي الاسنان مش عامله كده، ولو انا كملت الخط المستقيم ده على استقامته المفروض الاسنان كلها تبقى عامله كده بس الاسنان مش عامله كده. ولذلك ده معنى كلمه ان انا عندي 3 سيجمنت 1 2 3. ليه مش 2 بس؟ ليه مش واحده بس؟ ليه مش كلهم كيرف وخلاص؟ ليه مش 4؟ ليه مش 2 وهكذا؟ طب هو الكلام ده مهم؟ الكلام ده غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. يعني ايه يا دكتور غايه في الاهميه؟ انا شايفه كلام عبيط يعني. هقول لك ده البيزك اللي اتحط على اساس علم التقويم. لما تيجي ان شاء الله تدرسوا علم التقويم في سنه رابعه، احنا لما بنيجي نصور اسنان المرضى بتوعنا ونقول ان احنا نجحنا في علاج التقويم لازم اكونفيرم البارابوليك كيرف ده، لازم الاسنان بتاعتي تطلع مرصوصه كده، الانتيريور سيجمنت سيمي سيركلر والبسيوري سيجمنت بري مولرز للميزو باكال كاسب كده، الجزء ده كده عامل الستريت لاين من البري مولرز اللي هنا ستريت لاين، وده كده عامل ستريت لاين بس مختلف. لو انا ما عملتش كده اعرف ان انت عندك حاجه اسمها مال اوكلوجن. مال اوكلوجن يعني يا دكتور؟ يعني الاسنان دي محتاجه تتقوض، محتاجه يتعمل لها علاج. ليه؟ لان كده دي مش الرصه الصحيحه للاسنان، دي هي الرصه اللي احنا شرحناها هي الرصه الصحيحه للاسنان، بخلاف اللي احنا قلناه ده رصه غير صحيحه للاسنان. طب دي بتاثر جامد جدا جدا على الفانكشن، يعني لو اسنان مش مرصوصه كده فانكشن. ليه؟ لانه لو انا لقيت انه هم الاسنان بتاعتي مرصوصه في تو سيجمنت بس، يعني الانتيريور سيجمنت مثلا واخده سيمي سيركلر والبستيور سيجمنت ايه واخده خط كده، معنى كده ايه؟ معنى كده ان السكس ده، السكس ده يا دكتور عشان يمشي مع الخط ده اللي هو اللي ماشي من البريمو دول من هنا كده لحد الاخر، السكس ده عشان يمشي مع الخط ده معناه ايه؟ معناه كده ان حد يجي يضغط بصباعه كده هنا على الديستال بورشن عشان يطرده لبره عشان يلمس الخط ده، معنى كده ايه؟ ان السنه دي لفت، صح كده؟ هتلف في مكانها، هتلف في، هيحصل لها روتيشن، السنه دي بدل ما تبقى كده هتتلف بحيث ان الجزء ده كده تلف بحيث ان الجزء الديستال ده يلمس الخط ده. طب ما اللفه دي هتاثر على ايه؟ هتاثر على الكثبات، صح؟ الكثبات اللي المفروض مكانها هنا مش هتبقى مكانها هنا، امال هيبقى مكانها ايه؟ هتلف مع اللفه دي، فالاوكلوجن كله اتغير، عده المريض كلها تتغير. انت متخيل؟ انتوا متخيلين اللي انا بقوله؟ انا بس بقول لكم الكلام ده، انا عارف ان هو كلام كبير عليكم، بس بقول لكم عشان تستفيدوا حاجه واحده بس، لعل منكم من يعني يطلع بمعلومه تفيده في حياته. ان احنا ان الكلام اللي انتم بتدرسوه ومتخيلين انه كلام عبيط، ما هوش عبيط، مبني عليه اساسيات علميه ضخمه جدا جدا، بس مش بتتقال لكم. وللاسف لما تيجوا يتشرح لكم التقويم بعد كده ما حدش هيكلمكم عن البارابوليك كيرف ده خالص، ولا حد هيكلمكم عن الموضوع ده اصلا. هو يقول لك رصه السنان الصح ايه، وانت تنسى ان انت اصلا واخدها في سنه اولى. فانا بقول لك ان اللي انت بتاخده في سنه اولى ده مقدمه المفاتيح اسمها الاوكلوجن، ومهمه جدا جدا غايه في الاهميه، وهي اللي مبني عليها اساس علم التقويم كله. ازاي اعرف احنا احنا ما بنقيسهاش بالعين؟ الكلام ده هتاخدوه في سنه ثالثه. ازاي اعرف ان السنه دي مش لفه في مكانها؟ ازاي اعرف ان السنه دي مش روتيتد؟ بعينيك كده هتبص تقول لي اه ده تمام ده مش تمام، لا بتكونفيرم البارابوليك كيرف. هتكونفيرم البارابوليك كيرف يبقى انت عندكش روتيشن، مش هتكونفيرم البارابوليك كيرف يبقى انت عندك روتيشن والسنه دي غلط والاوكلوجن بتاعها يبقى غلط ولازم ايه يتصل. تمام كده؟ تمام. طيب ايه الفرق يا دكتور بين الستريت لاين اللي ماشي في الميدل سيجمنت لحد لحد الميزيال اسبكت بتاع السكس، او لحد الميزيال هارش بورشن بتاع السكس من اول هنا الميزيال بتاع البري مولر لحد الميزيال بورشن الميزيال هاف بتاع السكس، عن الستريت لاين الثالث اللي هو بتاع البسيوري سيجمنت؟ الستريت لاين بتاع البسيوري سيجمنت بارل للميد لاين، يعني ده كده خط اهو، ده كده موازي للميد لاين، ده بتاع البسيوري سيجمنت. عظيم عظيم. لكن الانتيريور الميدل سيجمنت ده
ديفييتد باكلي. وقلنا يعني ايه كلمه ديفييتد باكلي؟ يعني لما تاخد النقطه دي كده هتلاقي دي مطروده بره ودي مطروده ودي جوه مقارنه بالميد لاين اللي هو في الميدل سيجمنت. عظيم عظيم. يبقى ايه الاوصاف بتاعه الانتيريو سيجمنت والميدل سيجمنت والبوستيريو سيجمنت؟ الانتيريو سيجمنت سيمي سيركل، الميدل سيجمنت بوستير ستريت لاين ديفييتد باكلي، والبوستيريو سيجمنت ستريت لاين بارل للميد لاين. هي دي السيجمنت الثلاثه. خلاص خلاص، اللهم صل على سيدنا محمد. هتجد هنا ايضا في الداتا تفسير بسيط لحته انه ازاي ده كان ماشي خط مستقيم، ده كان خط مستقيم وده بعد كده ايه بقى ستريت بارل ميد لاين. يقول لحضرتك والله ده سببه الديستال كونفرجنس اللي حصل، او سلايتلي اللاين ده كان حد جه ضغط عليه من جوه هنا كده، من ضغط عليه من بره هنا كده. مش ده كان ديفييتد باكلي كده؟ اه، حد كانه لو كمل كده هيبقى ديفييتد باكلي كمان، فقام حد جه قام ايه ضغط عليه قال له ادخل لجوه. فده معنى كلمه سلايتلي انورد، يعني يقول لك الماكسيلري بوستيريور سيجمنت دايركتد سلايتلي انورد، داخله لجوه، تمام، ديو تو ديستال كونفرجنس اللي موجود في الفيرست مولرز والفيرست والسكند والثيرد مولرز بالتبعيه. عندي هنا ديستال كونفرجنس، فالديستال اسبكت اصغر من الميزيال اسبكت بكتير، فده بيخلي الديستال اسبكت يدخل لجوه بالطريقه دي كده ويكونفيرم ان البستيريو سيجمنت بتاعتي يكون بارل للميد لاين بتاعتي. عظيم عظيم. سؤال بيقول لحضرتك ليه يا دكتور الماكسيلري ارش لارجر زان المانديبولر؟ عشان يقلوا الاكستنشن بتاع المانديبولر موفمنت، لان المانديبولر ده هو اللي بيتحرك، فعشان يتحرك بسهوله لازم اللي تحت يكون اصغر من اللي فوق عشان يقدر يتحرك. بريفنت الليب والتشيك بايتنج، واحنا شرحناها، لانه انهم بيكونوا مطرودين بالابر تيس. بريفنت الكلاشنج اوف تيس دورينج فانكشن، عشان ما الاسنان ما تعضش كاسبت وكاسب، لا يعضوا كاسبت وفص، انا شرحتها لك خلاص اللي هو فانكشنال اوكلوجن، كاسبت وفص واحنا شرحناها. عظيم عظيم. السؤال الذي يحين دوره الان، ايه هي الفيزز اوف ديفلوبمنت اوف بيرمنت تيس انتو ارشز؟ يعني ايه كلمه فيزز اوف ديفلوبمنت؟ يعني ببساطه يقول لك ازاي انا بتحول من كوني عندي سنه واحده لكوني عندي مجموعه من الاسنان، لكوني عندي مجموعه اكبر من الاسنان، لكوني عندي كل الاسنان مع بعض، وتكونفيرم وتجيب لي البارابوليك كيرف ده ازاي؟ هو ده الديفلوبمنت، التطور، او مش التطور بتاع دارفينج، لا، ان انا ابدا من اللا شيء واوصل لكل شيء. فاهمين كده؟ ده معنى كلمه الديفلوبمنت. فيقول لك ايه، ركز المعلومه دي، الديفلوبمنت ده بياخد 5 فيزز، يعني 5 مراحل، وان كان المرحله الرابعه بيتم بيحصل فيها كومبليتلي فيسيولوجيكال فورم للدنتال ارش ده. يعني يا دكتور عندي 5 مراحل لتكوين دنتال ارش. المرحله الاولى خلي بالك اللي باللون الابيض ده اللي موجود، واللي باللون الاسود ده مش موجود، ده ديسيدوس تيس. اللي باللون الابيض ده هو البيرمننت تيس، واللي باللون الرصاصي ده هو الديسيدوس تيس. فانا في المرحله الاولى ما عنديش الا بيرمننت تيس واحده بس، دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى عندي واحده واثنين كمان، ادي كده 3. المرحله الثالثه بقى عندي اكتر والديسيدوس تيس راحت. المرحله الرابعه بقى عندي كل الكلام ده، والمرحله الخامسه يفضل لي فقط سنه واحده هي الثيرد مولر. فبيقول لحضرتك والله انا عندي 5 مراحل، وهتعرفوا ليه الكلام ده، 5 مراحل تكوين الدنتال ارشز، دي المرحله الاولى لحد المرحله الخامسه. الدنتال ارش بنقول انه اكتمل فيسيولوجيكال في المرحله الرابعه. طب ايه الفرق بين المرحله الرابعه والخامسه؟ الخامسه دي ممكن تحصل عند بعض الناس وممكن ما تحصلش، يعني ان حصلت هي مرحله تكميليه، حاجه زياده يعني، ما حصلتش خلاص مش مهم، كده كده انا اكتفيت بالرابعه. يبقى تاني انا عندي 4 مراحل من انا عندي 5 مراحل، لو اتسالت هما كام مرحله تقول 5. طب هو بيكتمل امتى الديفلوبمنت كونسيدرد كومبليتلي؟ امتى؟ في المرحله الرابعه. طب المرحله الخامسه دي ايه؟ دي اضافيه، حاجه زياده، حصلت حصلت، ما حصلتش ما حصلتش، مش كل الناس بتحصل لهم المرحله الخامسه دي. فتعال نشوف ايه هي المراحل دي المتعدده. يقول لك الفيرست فيز عند 6 ييرز، وانا عايزك تغمض عينيك، غمض عينيك وتخيل كده احنا قلنا ايه في الكونديشن اوف تيس ات ديفرنت ايجز عند 6 سنين، ايه العلامه بتاعت 6 سنين؟ قلنا ان ال 6 سنين ده ظهور اول سنه دايما اللي هو مين؟ السكسات فوق وتحت. وقلت لك عند 6 سنين هيبقى الابر 6 فوق قدامه 10 سنات في اليمين والشمال، واللور 6 فوق تحت عنده قدامه 10 سنات، يبقى عندي 20 سنه لبنيه ووراهم 2 مولرز في الابر و2 مولرز في اللور، اللي هي الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي. ادي الاي، ادي البي، ادي السي، ادي الدي، وادي الاي، دول الاسنان الديسوس كاملين، وادي ال6 قدامه الخمس سنات دول، وال6 هنا قدامه الخمس سنات الناحيه الثانيه، وال6 اهو قدامه 5 هنا، وال6 ده عنده 5 هنا كمان. فانا عندي 5 و5 و5 و5، 10 فوق 10 تحت، و2 6 وهكذا. يبقى اول فوق اول فيز من تكوين البيرمننت دنتال ارش ظهور اول سنه دايما عند 6 سنين، اللي هي مين؟ الفيرست بيرمننت مولر بتقربت. طب بتقربت فين يا دكتور؟ ديستال للديسيدوس دنتيشن. ديستال للديسيدوس دنتيشن يعني ايه يا دكتور؟
يعني ما هو ده الميد لاين اهو، ده خط المنصف، كل ما ابعد عنه انا بروح ديستال، كل ما اقرب ليه انا بروح ميزيال، كده بروح ميزيال وكده بروح ديستال، فهي ديستال للديسيدوس، كل الديسيدوس قدامها وهي وراهم، يعني هي ديستال ليهم، فهي ديستال للديسيدوس ايه سكند ديسيدوس مولر. عظيم عظيم. طيب ايه الكلمه دي؟ يقول لك سيرف تو باك اب ذا ديسيدوس تيس. يعني ايه الكلام ده؟ عارف انت لما ايه، اللهم صل على محمد، تكون انت بتجمع الكروت او عندك مثلا كوبايات او عندك اي حاجه، بس ايه بينهم بعض فراغات كده او بينهم بعض سبيسز، فيجي واحد كده من ورا يقوم ايه ضغطهم كلهم ويقوم مرتبهم كلهم، ده معنى كلمه باك اب، يعني كلهم بقى ايه يتلموا كده جنب بعض كده وهو يقف وراهم كده بالطريقه دي، ده معنى الكلام. فبيقول لك ان الديسيدوس تيس ممكن يكونوا منطورين، ممكن يكونوا ايه في بينهم بعض فراغات، يطلع السكس يقوم زقهم كلهم ويحوطهم كلهم ويرتبهم كلهم بحيث يضغطهم على بعض ويرتبهم ترتيب، فده معنى كلمه السيرف تو باك اب. زي بالظبط الراجل بتاع راعي الغنم لما ايه يبقى واقف كده وايه وكل اللي قدامه ايه اصغر منه واقل منه، فهم بيشبهوا ان السكس ده بابا اللي جه عشان يظبط حال الايه المعوجين يعني. فيقول لك سيرف تو باك اب ذا ديسيدوس تيس، يعني بيضغطهم وحرفيا بيعمل كده، بيضغطهم وبيجمعهم لقدام. بيقول لحضرتك ايه ظهور الابر 6 واللور 6 اد الفانكشن للتشيوينج افشنسي اند جو ديفلوبمنت، يعني مجرد ظهوره العضه بتاعه المريض واكله بتتغير وبتتحسن كتير جدا جدا جدا، الفانكشن بتاعته بتتحسن كتير جدا. طيب دي الفيرست فيز عند 6 سنين، السكند فيز من 6 ل 8. قلت لك ايه اللي بيحصل من 6 ل 8 لو انت فاكر، 6 سنين وبعد كده 9 سنين، 6 سنين بيظهر ال 6 على طول عند 6 سنين، وبعد كده ايه يبدل مين بقى؟ نقول ان الاي والبي هيبدله، ظهور البيرمننت سنترال ولاترال انسايزر اللي هم كان عندنا هنا الاي والبي هيبدله بالسنترال واللاترال 1 و 2، سنترال ولاترال يبدله، يبقى دي السكند فيز. يبقى الفيرست فيز ظهور ال 6، سكند فيز تبديل السنترال واللاترال، الديسيدوس سنترال ولاترال بالبيرمننت سنترال ولاترال انسايزر، سنترال ولاترال انسايزر، ونفضل على هذا الحال لحد 9 سنين. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين عن 9 سنين يحصل ايه؟ قلت لك من 6 ل 9 ال 6 يظهر والسنترال ولاترال يبدله، ومن 9 ل 12 الديسيدوس كاناين وبري مولر ومولرز يبدلهم البيرمننت كاناين والبري مولرز، صح صح. فيبقى السكند فيز عندي يقول لك والله من 6 ل 8، نفس الكلام بيتكرر تاني يا جماعه، مفيش كلام جديد، هو نفس الاحداث الزمنيه، ولذلك انا قلت لك حدد احداث زمنيه وقول ايه اللي بيحصل عندها وانت هتعرف توصف كل حاجه بقى، سواء بتوصف الفيزز اوف ديفلوبمنت اوف دنتال ارشز او كونديشن اوف تيس اند ديفرنت ايجز، الاثنين مبنيين على احداث زمنيه في وقت معين وكلهم بيحصلوا في نفس الوقت. البيرمننت سنترال ولاتر انسايزر بيبدلوا مكان مين؟ الديسيدوس بريدسيسور بتاعتهم اللي هم الديسيدوس سنترال ولاتر انسايزر برضه. الانسايزر ارابت وزن ان افريج اوف 1.6 مليمتر اوف كراودنج، يعني ايه الكلام ده بقى؟ مهم قوي تركزوا في الكلام ده. لو انا جبت لك يا دكتور وقلت لك تعالى نتخيل الاتي، اللي انت شايفه قدامك دي ايه؟ دي الديسيدوس تيس، شايف حجمها ايه؟ ده السنترال اهو حجمها عامل ازاي، وده اللاترال اهو، ده في ايه؟ في الابر. وتعالى نشوف تحت كده، السنترال اهي واللاترال اهي، السنترال اهي احجامهم عامله ايه؟ احجامهم صغيره. طب يا دكتور تعالى نبص كده، اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على فكره يعني هو الصوره دي معكوسه، يعني لو انتم ملاحظين ده هو اللور، يعني ده هو اللور وده هو الابر يعني بالمناسبه، بس مش هتفرق معانا في حاجه يعني، المهم ان اي حاجه الشاهد اللي انا عايز اقوله ان السنترال انسايزرز واللاترال انسايزرز في الابر وفي اللور في الديسيدوس صغيرين جدا جدا مقارنه باحجامهم في الابر. شوف ده حجمه عامل ازاي في البيرمننت، دي البيرمننت سنترال، شوف البيرمننت دي البيرمننت سنترال، شوف بقى الديسيدوس سنترال عامله ازاي، الاثنين مقارنه ببعضهم البعض عاملين ازاي، ده صغيره الديسيدوس صغيره والبيرمننت كبيره، صح صح. يحصل ايه لو انا جبت لحضرتك البنطلون بتاع اخوك الصغير بتاع اعدادي قلت لك البسه؟ هتقول لي طبعا مستحيل البسه، البسه ازاي، هيدخل فيها ازاي؟ ده هو ده نفس الكلام اللي احنا بنطلبه من الابر من البيرمننت انسايزر الكبيره، ان هي تحل محل الديسيدوس انسايزر الصغيره، كاننا جايبين كرسي صغير على مقاس طفل وبنقول له خد يا راجل يا كبير اقعد فيه. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه اسمها كراودنج. يعني ايه كراودنج؟ يعني المكان ضيق عليه، هيجي يملى المكان، هيحصل زحمه. فيقول لك في كراودنج بمقدار 1.6 ملم، ده مقدار الفرق ما بين حجم الصغير لحجم الكبير، الكبير ده المكان ضيق عليه بالمقدار ده، ده معنى كلمه الكراودنج. ليه يا دكتور؟ ايه السبب ان الصغير حجمه صغير والكبير حجمه كبير؟ الكبير حجمه كبير والصغير حجمه صغير، فده محتاج مكان اكبر عشان يقعد عليه.
لو كان العكس هقول لك ماشي، لو اقول لك ان الاسنان السدس صغيره هي اللي بتبدل البيرمننت اقول لك ماشي، الكبير هيلاقي مساحه كبيره يقعد فيها وخلاص. لكن ده اللي بيحصل، ان ده مساحه صغيره، ده عنده مساحه صغيره خالص اهي، دي مساحه صغيره خالص شايفين، وده مساحه عايز مساحه كبيره جدا جدا جدا. ده شوف بقى اللاترال لما يجي يطلع هيطلع فين، واللاترال اللي هيبقى كبير هو كمان هيطلع فين، هيزخنقوا بعض بقى مش هيعرفوا يطلعوا. فيبقى عندي حاجه اسمها كراودنج. كراودنج بمقدار قد ايه؟ 1.6 مم. دي مسافه او مساحه ناقصه محتاجينها تزيد. يعني انا محتاج الدنتال ارش يوسع، الكرسي يوسع يتمط عشان ياخدنا، احنا كبرنا حجمنا بقى كبر. لو انا بنام على سرير اطفال وحجمي كبر، هينفع انام على نفس سرير اطفال؟ لا، لازم اعمل له اكستنشن، لازم يكبر. فده اللي فنجيب المساحه دي منين؟ هنقول لك دلوقتي حالا. المهم ركز في النقطه دي، ان انا عندي دلوقتي مشكله في المساحه. وبناء عليه هتجد ان الكلمه اللي بعدها بتفسر اللي قبلها. ايه الكلمه اللي بعدها بتفسر اللي قبلها؟ يقول لحضرتك والله البيرمننت لوكيشن اوف انسايزرز كان نوت بي استابليشد انتل الديفلوبمنت اوف دنتال ارشز فورم از كومبليتد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول لك والله بما ان المكان ضيق، الابر انسايزر بتشتكي، قدمت اعتراض لمجلس الامن وقالت له يا مجلس الامن حرام عليك اللي بيحصل ده، حرام عليكم، انتوا ما عندكوش رحمه. احنا لو اوكرانيا كان الوضع بقى مختلف، انما احنا عشان عرب يعني بتبهدلونا بالطريقه دي، ولا حياة لمن تنادي. وطبعا الديمقراطيات الدولة الأكثر ديمقراطية في العالم بتحمي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط عشان يفضلوا يعملوا إبادات جماعية في خلق الله بدون لا رابع ولا رابط ولا ضابط. لكن هم كان عندهم المبررات طبعا لاحتلال العراق وقتل أكتر من مليون عراقي وتدمير العراق وسرقة كل شيء، وسرقة الذهب والبترول وسرقة كل شيء، بس تحت وازع وتحت شعار إنه إحنا بنحمي ديمقراطية العراق ونحمي شعب العراق من الديكتاتور صدام حسين اللي كان عنده أسلحة دمار شامل ولا طلع فيها أسلحة دمار شامل ولا حاجة. فحقوق الإنسان والهيومن رايتس اللي هم قرفونا بيها سنين وضغطوا علينا بيها سنين واحتلونا بيها وبهدلونا بيها، هي عبارة عن خرقة يعني يعني إيه تقبالية كمان، يعني بيستتروا بيها بس لما يكونوا هم عايزين يستخدموها ضدنا في حاجة عشان هم يعني إيه ينفذوا مخطط معين، ويعتبروا إن هي مش موجودة ومش متشافة اصلا، ولا يعني لا يوجد ادله على قيام اي اباده جماعيه في اسرائيل. نطلب منها بس تحري الدقه في اصطياد البشر، يعني اقتلوا بس اقتلوا اقل شويه، مش كده يا جماعه؟ مش عارفين ندافع عنكم. المهم، فالابر سنتر انسايزرز بالنسبه لاخوه قدم اعتراض، وبالنسبه للدنتال ارش قال يا دنتال ارش لو سمحت انت بتطلعني في مكان ضيق يا جماعه، يا جماعه اللي هنا المكان ضيق عليا، السنترال واللاترال المكان ضيق يا جدعان، مش عارفين نقعد ليه؟ لان المكان اللي انت سايبه لي كان متاخد قبل كده بالسدوس صغير على قدهم، انا بقى كبير، انا انت مش واخد بالك ولا ايه؟ فدنتال ارش يرد عليه يقول له بس استنى اصبر عليا انا هظبط لك، انا ايه هطلع لك يعني اصبر عليا بس اديني وقتي كده وانا هظبط لك المكان، اقعد بس ايه اي حاجه مؤقته كده وخلاص. فيقول لك ان البيرمننت لوكيشن لسه مش دلوقتي، يقول له ايه يبعت له اشاره يقول له ايه اهدى عليا انا مكانك النهائي مش هنا، انا لسه هظبط لك المكان، لسه هقيفه لك اكتر، احنا ايه انام بس الليله دي كده، عدي اليومين دول لغايه لما ايه الشقه تجهز. ده معنى كلمه الجمله دي، البيرمننت لوكيشن اوف انسايزر سنتر ريليتن كان نوت بي استابليشد انتل ديفلوبمنت اوف دنتال ارش از كومبليتد. يعني بيقول له ما تقلقش انا لسه هعمل لك مكان تاني مختلف، انا هوسع لك المكان الضيق ده، انا عارف ان انت عندك مشكله هصلحها لك، بس اصبر عليا انا لسه بكمل الديفلوبمنت، اول ما خلص الديفلوبمنت مشكلتك هتتحل على طول. وعلى طول سنتر انسايزر واللاترال يسمعوا الكلام وما يكذبوش خبر، ما يكذبوش خبر واللي هم عايزينه يحصل في الفيز الجديده اسمها الثيرد فيز. الثيرد فيز الدنتال ارش يحل لهم المشكله بتاعتهم، يقول لهم يا جماعه اللي استحملتوني انا كنت وافي، هكون وافي جدا معاكم، بما انكم صبرتم عليا وما عملتوليش مشاكل انا احل لكم المشكله بتاعتكم. ايه المشكله بتاعتهم؟ قال لهم من 9 ل 12 سنه هبدل الديسيدوس كناين والديسيدوس مولر بالبيرمننت كناين والبريمولر. يعني مش فاهمين ده السنترال انسايزر يا دكاتره. السنترال انسايزر ده حل محل الاي، واللاترال انسايزر ده حل محل البي، واحنا متفقين على ايه؟ اتفقنا على ان لا نتفق، اتفقنا على ان الاي والبي حجمهم هما الاثنين صغير، وان السنترال واللاترال حجمهم هما الاثنين كبير، والكبير هيقعد في مكان الصغير بشكل مؤقت وهيحصل له كراودنج بمقدار 1.6 مساحه محتاجها عشان المكان ضيق عليه. والدنتال ارش رد عليهم قال لهم اصبروا عليا، هنصبر عليك ايه؟ قال لهم من 9 ل 12 سنه هحل لكم المشكله. ازاي؟ قال لهم شايفين دول؟ ده الكناين وده الفور وده الفايف، مالهم؟ هيبدله
الديسيدوس كاناين السي وهيبدله الفيرست ديسيدوس مولر الدي وهيبدله الاي. طب وانا الله وانا مالي يا لمبي، ايه علاقه دول بيا؟ يقول له تعالى كده نتخيل، فاكر الاي والبي دول كانوا ايه؟ ديسيدوس انسايزور اصغر من البيرمننت انسايزور. اه امال الدي والاي دول ايه؟ دول ديسيدوس مولر، اسمهم مولر، اسمهم ايه؟ مولرز، صح صح. امال الفور والفايف دول اسمهم ايه؟ اسمهم البري مولر. مين اكبر، الديسيدوس مولر ولا البري مولر؟ حتى لو كانوا ديسيدوس بس هم مولرز، حجمهم اكبر بكتير من البري مولر. يعني ايه يا دكتور؟ يعني دول المجموعه الديسيدوس اللي هنا دول هم اللي حجمهم كبير. مين اللي حجمه كبير يا دكتور؟ معلش التاني كده، ده الديسيدوس هو اللي كبير، ومين اللي جوه؟ البيرمننت. البري مولرز حجمهم صغير. فايه اللي يحصل؟ يبدل تبدل اسنان البيرمننت اللي هي الكناين والفور والفايف الاسنان الديسيدوس، ويبقى عندي وفره ولا نقص في المساحه بقى؟ تاني تاني، اللي هيبدل هو الصغير. انا عندي كرسي كبير قاعد عليه بابا، بابا قام وبعد كده اخويا اللي في ابتدائي جه قاعد على الكرسي، تتوقع الكرسي هيبقى ضيق على اخويا ولا هيبقى واسع عليه؟ هيبقى واسع عليه جدا. ليه؟ لان اخويا اصغر من ابويا، صح، اصغر منه في الجسم وفي الحجم، وبناء عليه البري مولرز اصغر بكتير من الديسيدوس مولرز، فيطلعوا في مكانهم ويبقى عندهم فائض في المساحه، يبقى عندهم مساحه فاضيه، يبقى عندهم فراغ. الفراغ ده يقوموا نادهين لجيرانهم ويقول لهم يا جيراننا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وقال لهم ايه ده؟ احنا من اخلاق الاسلام عندنا انه احنا يعني ما ينفعش ان الواحد ينام وجاره جعان، ما ينفعش انه ينام وجاره في ازمه او في مشقه او او او، وده من اخلاق العرب قبل اي شيء، ومن اخلاق الاسلام اللي النبي وصى عليها واللي الدين نفسه وصى عليها. فيقولوا له يعني انتوا هتعملوا لنا ايه يعني؟ قالوا لهم بصوا احنا عندنا فائض في المساحه وانتوا عندكم نقص في المساحه، فتعالى يا سيدي خد من الفائض اللي عندي وريح نفسك. فيقول له رتب نفسك، عارف انت لما تلاقي نفسك واقف، كنت واقف مزخنق 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 وفجاه كده قام حد طالع من الزخنقه دي، عارف انتوا الكراسي لما بنبقى راكبين عربيات راكبين اربعه ورا والدنيا مزخنقه وقام واحد نازل، فالتلاته يقوموا ايه؟ مرتبين نفسهم على المساحه الجديده. طب التلاته واقفين قاعدين مزخنقين، قام واحد نازل، قام الاثنين يقول لك اتاخر كده شويه، اتاخر يا اخي ريح. فده اللي بيحصل، ده حرفيا اللي بيحصل. فالسنترال واللاترال اللي كان المكان ضيق عليهم يقولوا ايه ده؟ يا فرج الله، في فرق، في فضة اهو جنبنا، الفضة ده تعالى اتاخر شوية كده ايه وايه وظبط نفسك وايه ورتب نفسك من جديد عشان وخد الفضة ده. عظيم عظيم. يبقى انتوا كده فهمتوا اللي بيحصل بالظبط، ناقص حاجة واحدة بس، تعرفوا اسم الفضة ده ايه؟ الفضة ده اسمه لي واي سبيس اوف نانس. يعني ايه الكلام ده؟ لي واي سبيس يعني فراغ، اسمه فراغ ليوي، ليو سبيس. ايه فراغ ليو سبيس ده؟ ما هو ده اللي انا عمال اشرحه لك من ساعتها. ما تجننيش بقى يا دكتور الله يكرمك، ما تركز معايا يا جدع. يعني يا دكتور مش فاهمين؟ ما انا لسه قايل لك اهو يا دكتور، انا عندي الديسيدوس، ادي الديسيدوس كاناين، وادي فوق الدي وادي الاي، دول الديسيدوس مولرز والكاناين، هيبدلهم دول يعني ده يا دكاتره السي وده الدي وده الاي. عظيم. هيبدلهم مين؟ البيرمننت كاناين والبري مولر والبري مولر الثاني اللي هم الثري والفور والفايف. مين اكبر ومين اصغر؟ قلت لك ان الديسيدوس تيس هي الكبيره والبيرمننت هي اللي صغيره، فلما يطلعوا يبقى عندي فائض في المساحه، الفائض ده بنسميه اللي واي سبيس، ده الفائض في المساحه لي واي سبيس. يبقى تطلع ايه لي واي سبيس دي يا دكتور؟ لي واي سبيس اوف نانس، نانسي او نانس ده العالم اللي اشار اليها، يعني ده اللي قالها اسم العالم يعني. المهم قال لك ليه واي سبيس؟ قال لك والله يا جماعه انا لما جيت خدت الميزو ديستال دايمنشن بتاع البري مولرز لقيتهم الديسيدوس مولرز لقيتهم اكبر من الميزو ديستال دايمنشن بتاعت البيرمننت بري مولرز اللي اتحد لي محلهم، فده هيعمل معايا مساحه، هيديني فضه، الفضه ده يقدر ب 4 ملم. فبناء عليه ال 4 ملم دول هيحلوا لي الازمه بتاعت ال 1.6 الباقيين، صح؟ هيحلوا لي الازمه بتوع ال 1.6 كده. السنتر انسايزر هيقعدوا ايه في الكرسي براحتهم ويقول لك خلاص يا جماعه يا فرج الله ربنا فرج علينا وبعت لنا اللي يحل لنا المشكله، والحمد لله المشكله اتحلت. تمام الحمد لله المشكله اتحلت. طب بس ممكن حد يقول لي يا دكتور بس استنى استنى استنى، ال 1.6 دول، طب ما دول اربعه، 1.6 طرح اربعه يبقى كام؟ يبقى يفضل معايا 2.4، ال 2.4 دول ايه؟ فراغ، هيفضلوا فراغ يعني اسنانها تفضل مفرغه؟ يقول لك لا مستحيل اسنان تفضل مفرغه، ما ينفعش.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك شايف الدنتال ارش اللي قدام حضرتك دي في فراغ بين كل سنه وسنه، ولا كل سنه لازقه في الثانيه؟ كونتاكت على طول مباشر، كونتاكت مباشر، كونتاكت مباشر، كل سنه لازقه في الثانيه. طب كل سنه هتبقى لازقه في الثانيه ازاي؟ وبرده انا عندي فراغ اهو، ما انا عندي فراغ كبير اهو، المساحه ديت الباقيه دي احنا قلنا 1-6 ياخدوهم الانسايزر عشان يعيدوا ترتيب نفسهم. طب والباقي مين اللي ياخده؟ يقول لك الباقي اللي هياخده الابر 6 واللور 6. السكسات يعني، السكسات يعني ايه؟ يقول لك السكس دي سن عافيه. يعني ايه سن عافيه؟ يعني اول ما تلاقي اللي قدامها في قدامه فضاء تقوم طالعه لقدام على طول. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا الديسيدواستيس اللي هم السي والدي والاي اول ما يتبدلوا بالثري والفور والفايف هيبقى عندي فايت في المساحه. الفايت في المساحه دول الشويه دول يقوموا متحركين ومرتبين نفسهم، يتحركوا ديستال ويرتبوا نفسهم عشان ياخدوا 1.6 من المساحه اللي دي. والسكس ده يلاقي قدامه فضا يقوم متحرك فيه، يتحرك ميزيال، يقوم متحرك عشان يقفل ويقفل السبيس ده، وكل السنان تتضم على بعضها، تتضم 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 على بعضها لغايه لما يقفلوا كل السبيس ده ويحصل لهم وايه، ويبقى في انت كونتاكت ببعض، يقفلوا الكونتاكت على بعضها. اهي الحركه بتاعت المايجريشن دي بنسميها ميزيال مايجريشن اوف فيرست بيرمننت مولر. ايه ميزيال مايجريشن اوف فيرست بيرمننت مولر ده؟ يعني السكس هيتحرك لقدام وياخد جزء من المساحه اللي هي جزء من اليو اس بيس ده عشان يتحرك لقدام ويعمل ونوصل لمرحله الفول اوكلوجن. بقى السكس فوق يعدي قصاد السكس تحت في نورمال اوكلوجن. عظيم عظيم. يبقى اذا اللي واي سبيس دي بتتقسم ازاي؟ هي اولا جايه منين؟ جايه من فرق الميزيو ديستال دايمنشن بتاعه الديسيدواس كاناين مع الديسيدواس مولر اللي هيبدلهم البيرمننت كاناين والبيرمننت بريمولرز. المساحه دي تقدر بديه تقدر ب 4 ملم. هيتاخد منها كام؟ هيتاخد منها 1.6 الانتيروتيز بحيث ان هي تتحرك ناحيه الديستال عشان ترتب نفسها، والسكس هيتحرك ناحيه الميزل عشان يعيد ترتيب نفسه عشان يعض صح قصاد اللور ونوصل للعضه الفول اوكلوجن بالصوره الطبيعيه. يعني ربنا خلق الموضوع ده بالكيفيه دي الطريقه دي عشان يحصل عندي ديفلوبمنت للنورمال اوكلوجن بصوره طبيعيه. وادي الصوره يا دكاتره بتاعت الليوي سبيس. ادي الليوي سبيس. ايه هي الليوي سبيس؟ ادي يا دكتور الثري والفور والفايف، وتحت مين؟ الدي والاي، السي والدي والاي، سي والدي والاي. مين الاكبر؟ الاخضر اللي تحت هو الاكبر. مين الاصغر؟ البرتقاني اللي فوق هو الاصغر. الفرق ده هو فرق المساحه اللي هيتولد هنا. الفرق ده هيستفاد منه ازاي؟ الانتيروتيس اللي عندها في حاله كراودنج هتزح شويه وترتب نفسها، والبستيروتيس اللي عايزه تظبط الاوكلوجن بتاعتها هتتبدل وهتطلع وتديني نورمال اوكلوجن عشان نوصل للعضه الطبيعيه المثاليه. طبعا الكلام ده يتالف فيه كتب، يعني الكلام ده عليكم تاني في التقويم بعد كده. عليكم الكلام ده تاني في التقويم بعد كده. ويعني فعلا اللي يفهمه يعني بيبقى شخص يعني ايه ذكائه عالي بصراحه، يعني بشوف كده. مع انه الموضوع بسيط جدا وخفيف. طيب. هو فاضل بس حاجه بسيطه جدا ان انا اقول لك ان الليوي سبيس اللي انا جبتها لك من شويه، اللي انا قلت لك ال4 مللي دول هم مش 4 مللي ولا حاجه، هم ايه متقسمين كالاتي. الابر فوق فيه 1.8 واللور تحت فيه 3.4. يعني ايه؟ مش البري مولرز دول يا جماعه عشان بس تركزوا، مش دول البري مولرز والكناين دول موجودين في كل ارش. يعني دول بري مولر وكناين اهو في الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال، هنا يمين او شمال وهنا يمين، وموجود تحت كمان زيهم بري مولر وكناين وبري مولر وكناين. يبقى انا عندي كام مجموعه من البري مولرز والكناين؟ 4، واحده في كل كوادرنت. يعني انا عندي كام مجموعه من الليوي سبيس؟ 4، واحده في كل كوادرنت. فيقول لك هي في كل كوادرنت في المجزلة غير في المندبل. يقول لك بتديني في الكوادرنت الواحد في المجزلة، يعني هنا فرق السبيس هيديني 9.1 0.9، وهنا 9 و0.9 الناحيه الثانيه. يبقى الاثنين دول مع بعض يدوني 1.8. الاثنين دول مع بعض المساحه اللي هيداني المجزله 1.8، ياخد منها المجزله الانتيريتيز 1.6 اللي فاضل لي في المجزله صغير جدا جدا على الميزر مايجريشن. لكن تعال بص بقى تحت على اللور. اللور اتش سيجمنت تحت الليوي سبيس الواحده تديني 1.7 في الناحيه دي، وتديني 1.7 في الناحيه الثانيه. يبقى الاثنين مع بعض 3.4 تقريبا ضعف اللي فوق. يعني ده تحت كده الضعف ضعف. معنى كده ايه؟ ان تحت هياخد منهم برضو 1.6 ويتبقى لي هنا رقم كبير جدا جدا جدا. صح؟ صح. معنى كده انه حد ممكن يقول ان اللور 6 هيمشي ميزيال مايجريشن اكتر من الابر 6. ايوه دي حقيقة، لان اللي هيفضل اللور 6 اكتر بكتير من اللي هيفضل الابر 6. فاهمين؟ فاهمين؟ فهمتوها؟ فهموا بتوعها؟ مش فاهمينها ما تهتموش.
لان الموضوع ده والموضوع ده ليه فيدباك بعد كده ان شاء الله هتفهموه في المستقبل، انه ربنا خلق ليه اللور اكتر من الابر، عشان اللور مطلوب منه نتحرك لقدام اكتر، عشان يبقى عندي النورمال اوكلوجن بصوره طبيعيه، صوره صحيحه. هي ايه هو ايه اصلا النورمال اوكلوجن ده؟ هو النورمال اوكلوجن ده بيبقى عباره عن ايه؟ يقول لك النورمال اوكلوجن هو ده اللي انت هتشوفه في الصوره دي، ده النورمال اوكلوجن، ان اللور 6 متقدم والابر 6 هو المتاخر. الابر اللور 6 قدام الابر، ما ده 6 يا دكاتره، ده 6 اهو لور وده 6 ابر. الابر اللور 6 هو المتقدم واللور الابر هو المتاخر، بحيث ان الميزيو مش ده الميزيو باكل كاسبو في ابر 6 بيعض قصاد الميزيو باكل جروف بتاع اللور 6 تاني. ده الابر 6 يا جماعه اهو. ممكن انا كده باصص من الجنب، يا جماعه، الاثنين دول ده كده اسمه الميزيو باكل وده اسمه الديستو باكل، وده اسمه الميزيو باكل وده اسمه الديستو باكل. تمام. خلينا ارسمها لك بشكل اكبر خالص اهو. بص كده يا دكتور اهو، ده الميزيو باكل كاظم وده الديستو باكل كاظم، وهنا يا دكتور اهو شايف كده الميزيو باكل كاظم والديستو باكل كاظم. هل الميزيو باكل كاظم بيعدي قصاد الميزيو باكل كاظم والديستو باكل قصاد الديستو باكل؟ لا. امال ايه؟ احنا محتاجين اللور يطلع لقدام شويه، عشان اللور يطلع قدام شويه ربنا يخلي اللي واي سبيس اللي تحت اكتر من اللي فوق، اللي واي سبيس اللي تحت اكبر من اللي فوق اكبر، فبالتالي ال 6 ده يبقى قدامه مساحه اكبر يتحرك فيها، فيقوم طالع لقدام، طالع لقدام يبقى عامل ازاي؟ يقوم عامل كده بالطريقه دي، بحيث ان الميزيو باكل كاظم بتاعه يبقى قدام وديستو باكل كاظم يبقى هنا، ويبقى الميزيو باكل كاظم بتاع القبر بيعض فين؟ قصاد الميزيو باكل جروف. يبقى ده النورمال اوكلوجن. يبقى ايه هو النورمال اوكلوجن؟ وده بنسميه نورمال كلاس 1 مورر ريليشن شيب. تاني، نورمال كلاس 1 مولر ريليشن. يعني ايه مولر ريليشن؟ يعني علاقه المولرز ببعضهم، ان النورمال الميزيو باكل كاظم بتاع الابر يعدي قصاد الميزيو باكل جروف بتاع اللور. طب ده يحصل ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الميزيال مايجريشن اوف لور 6 لقدام اكتر من الابر. الاثنين بيتحركوا ميزيال بس تحت اكتر. ليه؟ لان اللور سبيس تحت اكتر، فربنا يدي فرصه للور مولرز تطلع لقدام، فيبقى في النهايه النتيجه النهائيه تطلع للمولر ريليشن شيب. طب لو ده ما حصلش، لو اللي ويز بيس دي ما طلعتش، لو ما حصلش الميجريشن ده، يبقى عندي ابنورمال ريليشن شيب. تلاقي بقى ايه؟ لا اما اللور هو المتاخر، لا اما الابر هو المتقدم بزياده، فهيبقى عندي ابنورمال ريليشن شيب. لكن النورمال كلاس 1 ان الميزيو باكل كاظم قصاد الميزيو باكل جروف. خلاص كده فاهمين؟ فاهمين ان شاء الله تكونوا فاهمين، واتمنى ان انتم تكونوا فاهمين اي حاجه، لان الموضوع ده بصراحه يعني ايه مش كل الناس بتفهمه بسهوله، رغم انه سهل ولكن مش كل الناس بتفهمه بسهوله. وادي الصوره يا دكتور بتوضح لحضرتك برضو فكره الميزيو ديستال دايمنشن ده. ما هو من هنا يا دكتور لحد هنا ده الميزيال وده الديستال، وبعد كده من هنا لحد هنا ده الميزيو ديستال، فهنا اسمه ميزيو ديستال دايمنشن. كل ده لما تقيس الميزيو ديستال دايمنشن بتاعه الديسيدوس مولر مقارنه بالميزيو ديستال دايمنشن بتاعه البري مولرز، هتلاقي البري مولرز اقل، البيرمننت هم اللي اقل، فبالتالي يبقى عندي فائض في السبيس، وقلنا الفائض اللي في السبيس ده اسمه الليوي سبيس، ومقداره قد ايه في المجزله، ومقداره قد ايه في المندبل، في اتش كوادرانت وفي كل القرش، وبنستفيد منه ازاي، وبنستفيد منه في ايه اصلا، ويعني ايه ميزيال مايجريشن وكل الكلام ده. انا كده وصلت للثيرد فيز. طيب بالثيرد فيز ايه نهايه الثيرد فيز؟ ايه اللي عندي في الثيرد فيز؟ الثيرد فيز ال6 طلع في الفيرست فيز، والسنترال واللاترال طلعوا في السكند فيز، والبري مولرز طلعوا في الثيرد فيز مع الكناين. فاضل لي مين؟ فاضل لي الفورس فيز. الفورس فيز بيطلع منها فين؟ يقول لك الكناين بقى هو اخر سنه بتطلع، وهو ده الايه الفورس فيز، من 12 ل 18 سنه الكناين بيطلع هو والسيفن بقى. الكناين ده هو اخر سنه بتطلع خالص في الابر ارش، والسيفن بعديه يطلع، عشان يبقى انا كده اكتمل عندي الدنتال ارش خلاص. يبقى تاني نقول ال6 في الفيرست فيز، وده اول فيز ال6 في الفيرست فيز، والسنترال واللاترال في السكند فيز، والبري مولر في الثيرد فيز، والكناين والسيفن في الفورس فيز. في الفورس فيز يا دكاتره. طيب يقول لك الكناين بعد كده بينزل عشان يفورس زيم سيلف بتوين اللاترال والفور، لان اللاترال موجود والفور موجود اوريدي اصلا، فهو ده يقوم حشر نفسه بينهم، والسكند مولر يطلع ورا السكس عشان يكمل المولر باكينج. يعني ايه هو بيطلع؟ يعني كلمه مولر باكينج يعني ايه؟ بيصف الاسنان قدامه كده، زي بالظبط العساكر في الجيش اللي يوقفوا واحد ورا يصف اللي قدامهم كلهم مظبوط. يعني هو المسؤول عن اللي قدامه ان هم يبقوا معدولين، لانهم اكبر اسنان واضخم اسنان وكل الكلام ده. فده هي الفورس
فيز. طب امال ايه يا دكتور الفيفث فيز؟ هنا لحد الفورس كده. فانا اقول لحضرتك اعتبر نفسي ان انا خلصت الايه الديفلوبمنت بشكل كامل. اما الفيفث فيز دي حاجه اوبشنال، يقول لك ده ظهور الويزدم بقى الايت. ويقول لك ان بعض الناس بتقول ان الويزدم ده اصلا ميني اوسر ريبورتد ذات ان الدنتال ارشز ار فيسيولوجيكالي كومبليتد وذاوت زم، يعني ممكن ما يطلعش اصلا عند بعض الناس، ولو طلع ما ايه استفاد في الاستفاده منه قليله يعني، لدرجه ان هو في ناس كتير بتقول ان هو في المستقبل اصلا هيختفي وما عادش هيبقى عندنا اصلا حاجه اسمها ويزدم اساسا يعني. المهم نكمل يا دكاتره. السلايد الاخيره في التشابتر بتقول لحضرتك الفافورابل ايربشن سيكونس اوف بيرمنتيس. يعني ايه بقى فافورابل ايربشن سيكونس؟ يقول لك بعد كل ما مضى، تعال نراجع الاحداث سوا مع بعض. عند زيرو داي مفيش اي حاجه حصلت، عند 6 شهور ظهور اول سنه لبنيه، عند 3 سنين ظهور اخر سنه لبنيه، عند 6 سنين ظهور الفيرست بيرمننت مولر، يبقى ده اول سنه هتطلع الفيرست بيرمننت مولر عند 6 سنين، ومن 6 ل 8 سنين ظهور السكند اللي هم اللاترال والسنترال واللاترال. ده السنترال يا جماعه اللي هو رقم 2، ده السنترال واللاترال رقم 3. حد يقول لي يا دكتور معلش الارقام دي مكتوبه غلط، مش ده رقم 6 وده رقم 1 ورقم 2؟ مش كده يا دكتور، مش دي الارقام 1 2 3 4؟ مش هي دي الارقام؟ اقول لك دي الارقام بتاعت ارقام الاسنان. بتقول هنا مثلا الله واحد ملوش تاني، العدد 3 بعد كده 4 5 6 7، دي الارقام من حيث الترتيب من البعد والقرب عن الميد لاين. امال ايه الارقام دي؟ الارقام دي على حسب الاحداث الزمنيه، الاحداث الزمنيه والاربشن، يعني مين طلع الاول ومين بعده. فبنقول لحضرتك عند 6 سنين زور اول سنه دائمه اللي هو الفيرست بيرمنت مولر 6 يطلع عند 6 سنين، وبعده السنترال انسايزر، وبعده اللاترال انسايزر من 6 ل 8، يبقى ده عند 6 سنين. خلينا عشان نكتبه 6 سنين اكتبها لكم بالعربي عشان ما تتلخبطوش، وده من 6 ل 8 سنين. تمام تمام. ومن 9 سنين مين يطلع؟ 9 سنين البري مولرز، عند 9 سنين الفور وبعد كده الفايف، وبعد كده عند 12 سنه الكناين عند 12 سنه، وبعد كده ال7 عند 12 ل 14 سنه، من 12 ل 14 سنه. خلاص فده الترتيب بتاعه، ال6 عند 6 سنين، ثم السنترال واللاتر عند 6 ل 8، وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد. خلي بالك الترتيب في الابر مختلف عن اللور، يعني شطبوا بس متخيلين، مهمه قوي الصوره دي، مهمه جدا. في حاجه لو انا سالتك مين اول سنه دائمه بتطلع في الابر ارش، هتقول لي الفيرست بيرمننت مولر. مين اول سنه دائمه بتطلع في اللور ارش؟ الفيرست بيرمننت مولر. مين اخر باستثناء ال7 يعني، شيل ال7 من الحسبان خالص مش هسالك عنه، مين او اخر سنه دائمه بتطلع في الابر ارش؟ هتقول لي الكناين. مين اخر سنه دائمه بتطلع في اللور ارش؟ هتقول لي السكند بري مولر. شوف الترتيب عامل ازاي يعني بص الترتيب هيبقى كالاتي. بص كده يا دكتور، 6 1 2 3 4 5، هو ايه اللي انت كاتبه ده يا دكتور؟ 6 يعني الابر اللور 6 هيطلع، وبعد كده الانسايزر، وبعد كده اللاترال، وبعد كده الكناين، وبعد كده الفور، وبعد كده الفايف. ما هو ده حرفيا اللي حصل. ما هو ده حرفيا اللي حصل. مش ده 6 ادي اول واحد، وبعد كده 1 2 3 4 5، ما دي اخر سنه، وبعد كده 7. تمام؟ انتوا متلخبطين، متلخبطين صح؟ متلخبطين بالارقام. الارقام اللي مكتوبه على الاسنان دي ترتيبهم. الارقام اللي انا دي يعني دي اول واحده هتطلع، وبعد كده دي ثاني واحده هتطلع، وبعد كده دي ثالث واحده هتطلع، وبعد كده رابع واحده هتطلع، وبعد كده خامس واحده هتطلع، وبعد كده سادس واحده هتطلع. لو استثنيت ده، ما دول ماشيين بالترتيب على طول اهو، 2 3 4 5 6 بالترتيب خالص اهو. يعني هتكتب ده يجي هنا قبلهم، لو انا جبت ده قبلهم كده قلت ان ده رقم واحد اللي هو ده ال6، وبعد كده السنتر انسايزر، اللاتر انسايزر، الكناين، الفور، الفايف، يبقى انا كاتب صح 6 1 2 3 4 5، ده ترتيب اللور ارش. طيب الابر ارش عامل ازاي؟ يقول جيب ده قدام اهو 6، بعد كده 1 2، بعد كده مين اللي هيطلع؟ 4 5 صح؟ 1 2 4 5 3، ده الترتيب بتاع الابر 6 1 2 4 5 3. ليه؟ لان الكناين فوق هو اخر سنه هتطلع، اما الكناين تحت هو اخر سنه هتطلع. ما تتلخبطوش بين الارقام اللي مكتوبه وارقام الاسنان نفسها. فرق ما بين الارقام اللي مكتوبه وارقام الاسنان نفسها. الارقام اللي مكتوبه دي هي ارقام ترتيبهم، ترتيبهم. يعني انا جيت على الابر 6 قلت له انت هتبقى رقم 1، وجيت على السنترال اللي هو رقم 2 قلت له انت هتبقى رقم اللي هو رقم 1 اصلا، قلت له انت هتبقى رقم 2. تمام؟ وجيت على رقم 3 قلت له والله، وجيت على اللاتر اللي هو رقم 2 قلت له انت هتبقى رقم 3، وجيت على الفور اللي هو رقم 4 خليته قلت له انت هتبقى رقم 4.
صح؟ وجيت على خمسه ده الفور، وجيت قلت له رقم اربعه، وجيت على الخمسه وقلت له انت هتبقى رقم خمسه، وجيت على القناين اللي هو رقم ثلاثه قلت له انت هتبقى رقم ست اخر واحد هتظهر، وبعد كده جيت على السفن قلت له انت رقم سبعه هتبقى انت رقم سبعه زي ما انت، رقم سبعه هتبقى انت رقم سبعه زي ما انت، وهنا السكس قلت له انت هتبقى رقم واحد، وجيت على اللاتر السنتر قلت له انت رقم اثنين، وجيت على اللاترال قلت له انت اللي هو رقم اثنين قلت له انت هتبقى رقم ثلاثه، جيت على القناين رقم ثلاثه قلت له انت هتبقى اربعه، وجيت على اربعه قلت له انت هتبقى خمسه، وجيت على خمسه قلت له انت هتبقى ست. فلما يجي لك سؤال ام سي كيو يقول لك مين اخر سنه دائما بتطلع في الابر ارش؟ الابر كناين. مين اخر سنك دائما بتطلع في اللور ارش؟ اللور سكند بريمولر، اللور سكند بريمولر. وهنا بنستثنى 7 من الحسبان، نستثنى 7 من الحسبان. اتمنى ان تكونوا فاهمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. يعني اتمنى ان تكونوا مستفيدين، الموضوع بسيط جدا وسهل، ما تلخبطوش نفسكم، افهموا زي ما احنا وضحنا لكم، وهتلاقوا الدنيا سلسه جدا معاكم ان شاء الله تعالى. اشوفكم على خير، ما تنسوناش من دعائكم. يعني احنا بنحاول يعني قدر الامكان ان احنا نقدم لكم اكبر شروحات باحسن جوده في وقت ان انتم مستفيدين فيه عشان الامتحانات بتاعتكم قدر الامكان. اشوفكم دايما على خير، ما تنسوناش من دعائكم، مع السلامه.